اهلا بكم. فرق كبير جدا بين السنه الحلوه والسنه الوحشه. السنه الحلوه حلوه والسنه الوحشه مزعجه. تعالوا احكي لكم قصه. القصه اكتر للشباب الصغيرين، للولاد اللي لسه بيكبروا ومش مهتمين بسنانهم. الولاد دول لازم ياخدوا بالهم قوي قوي، لان لما تهتم وتحب سنانك، سنانك هتهتم بيك وهتحبك، وده كلام مهم جدا. تعال اوريكم قصة مثيرة جدا ومهمة جدا. وخلينا نبدأ القصة بحكاية، وزي ما كانوا بيحكوا زمان، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أمير زمان حلو وجميل وأمور. الأمير ده كان بيهتم بسنانه، كل يوم الصبح يا حلوين يصحى يغسل سنانه. وكان للأمير ده أخوه الملك الكبير، ده ما كانش بيغسل سنانه وما كانش بياكل اكل صحي، وكان بياكل كل الحاجات اللي ممكن تبوظ السنان. الامير الصغير قال للملك الكبير: ارجوك خلي بالك من سنانك واهتم بيها، السنان على مدار اليوم بيجي وحوش يهاجموها، ده في وحش ضخم كبير اسمه السوسة، الوحش ده ممكن جدا يهاجم وياكل السنان، وساعتها محدش هيقدر يقف قدامه، لا جيوش ولا حاجة. طبعا الوحش طالما السنة ضعيفة يقدر يهاجمها ويدمرها. الأمير الجميل نصح الأمير الغلبان اللي كان مدمر سنانه وقال له: لا سيبك انت بقى، انا هبعت له للوحش الكبير ده كل القوة اللي تقدر تقف قدامه، نظافة وتجميل، وده كله ممكن، وطبعا طبيب أسنان شاطر، وده كله ممكن يخلينا ننتصر على هذا الوحش الجبار بالغسيل السنان والاهتمام بيها. قدر الأمير الجميل اللي بيغسل سنانه هو وأصحابه الجمال اللي مهتمين بسنانهم إنهم ينتصروا على الوحش، وبالتالي قدروا يحافظوا على المملكة وسيطروا على كل شيء، ورجع الأمن والأمان، وكل الناس بقت عايشة في أمان وسلام، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. دي حكاية السنة الجميلة اللي خلي بالك ناس كتير قوي مش واخدة بالها منها يا عم الحاج، وناس كتير قوي ما بتغسلش سنانها يا عم الحاج، وناس كتير قوي بتصحى من النوم بتنزل بسنانها بكل مشاكلها يا عم الحاج. فالكلام كله ليك يا عم الحاج، أرجوك اغسل سنانك كويس واهتم بيها وروح للدكتور، وفي نفس الوقت علم سنانك، علم ولادك الكلام اللي انا قلته على السنان. الحكايه زي ما انا حكيتها، لكن القصه اكبر من كده بكتير. تعالوا نعيش مع قصه اكثر اثاره مع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، طبعا القيمه العلميه الكبيره. حضرتك يا اما تاخد كل حاجه لما تعمل علاج جذور بالميكروسكوبي، يا اما ما تاخدش. عصب ده لما يجيك الم غير عادي، الاوبشنز اللي تضرهم انا بمنعها من المركز عندي. انا اعرض على مريض عرض يدمر له اسنانه يبقى انا بضره، انا ما اعملش كده. الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعه الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقميه. وحشني خالص خالص. ايه رايك في القصه اللي انا حكيتها؟ نمت؟ لا، هي دايما الـ 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 الحاجه بس اللي انا دايما بحب اكد عليها في ان الفكر بتاع السوسه، وان في حاجه اسمها السوسه والكلام ده كله، اللي بيحافظ على الاسنان واللي يخلي الاسنان في حاله صحيه جيده ان احنا نعتني بيها، لان هي مش سوسه، هي احماض وبكتيريا موجودة نتيجة تخسر بواقي الطعام في الفم. هي مفيش السوسة الخضراء دي مش موجودة على فكرة. فكرتني زمان في فيلم جميل قوي بتاع نور الشريف اسمه جري الوحوش، لما كان قاعد مع حد من عنده برضه علم قوي كان متجوزها يعني، فكان بيكلمها بيقول لها يعني القبلة ومش عارف ايه، فبتقول له: لا مفيش حاجة اسمها قبلة، دي مجموعة من الأحفاد انا احفظها من ايه؟ قالت له: نسمه ديت نسمه الهواء، دي مش نسمه، ده اوزون ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون.
دوليوم. هي لا هي الفكره يمكن كان سياح معظم كان الفكر دايما اللي مهم ان انا يبقى عندي النولج طبعا ان انا اوصل لهم الفكره. ده حاجه حلوه جدا بالانيميتد فيديوز دي لان دي حاجه وورلد وايد بتستخدم. اللي مهم دايما دكتور ايمن ان انا لما بعمل للمريض بيجي المريض حكايتي انا بطريقه حكايتي جميل. والله العظيم وحياة ربنا انا عايز اعمل ناريتور ناريتور الحقيقه دايما لما باجي اعمل لمريض تجميل اسنانه واعمل له الاقي الاسنان في حاله مترديه او فيها مشاكل كتير فببتدي اقول له يقول لي انا سناني ما لهاش حل ومش هتتصلح. اقول له لا هتتصلح وهتبقى زي الفل بس مش مهم يعني مش فكره انها تتصلح انت هتطلع من عندي بسنان حلو ازاي تحافظ عليها بقى ده اللي انت لازم تتعلمه علشان خاطر ما تفسدش الابتسامه دي علشان خاطر احنا هنتعب قوي علشان نعمل لك حاجه حلوه انت مش هتتعب احنا اللي هنتعب بس عشان هي من كتر ما هي بقت سهله قوي والموضوع بقى بسيط قوي عشان تحصل على ابتسامه جميله ده مش معناه ان انت ما تحافظش عليها. طب ما دكتور شادي هيصلح ودكتور شادي هيظبط. لا انت لازم تحافظ عليها علشان خاطر تفضل ابتسامتك دي شيء جميل. شكل الابتسامه ياثر على نفسيه الانسان لدرجه الاكتئاب كتير. كتير انا شفت ناس كتير بتجيلي ساعات مثلا دخلتني عالم الاجسام قوه انتوا قوي يعني ما شاء الله يعني فعلا انا استفدت انا كدكتور استفدت قوي من الحكايه دي طبعا. وبعدين يعني انا بيجيلي مثلا ساعات بنوته مثلا ومعاها مامتها هي ما بتتكلمش هي تقعد على الكرسي وساكته ومش عايزه تضحك تقول لي دكتور اتصرف بنتي ما بتضحكش هي على طول مش تحط ايديها على بقها بتضحك هي كل ما يجي لها عريس مش عايزه تتكلم معاه صاحباتها مش بتخرج مش معاهم فحل لي مشكله نفسيه بنتي هي ما بتقوليش حل لي اسنان بنتي حل مشكله نفسيه بنتي انا عايزها تضحك اتصرف. فبمجرد ما بنبتدي ان احنا نعمل لها ابتسامه وناخد بالنا قوي من تفاصيل اللسة وان ازاي تشكيل اللسة يعني انا كان في بنوته عندي لسه من 3 ايام بتكلمني على السنان فبقول لها لا انت احنا هنعمل هنعدل اول شكل اللسة دكتور اسناني صغيره انا اسناني مشكلتها ان هي صغيره فهتكبرها لي ازاي يعني ولو كبرت اصلا هيبقى عندي ضب واسناني هتطول وهي بقى ايه عملت في تخيلات. مجرد انا قعدت معاها 10 دقائق 15 دقيقه بكتير عملت لها ليزر سيشن يعني هي الاسنان بيبقى فيه جزء زي الضوافر كده جزء لما الجلد يطلع عليها هي الاسنان بتبقى متغطيه جزء مثلا منها باللثه ويبان جزء صغير فلما تروح لواحد ما عندوش خبره يبتدي يبرد الجزء اللي باين ده ويطوله فيا اما لو عمله قصير يبقى شكلها وحش وعريضه يا اما لو طوله بقت للبنت اسنانها بارزه فده اللي شافته مع صاحباتها ان دي مش خبره. انا كل عملته ايه كل عملته ان انا قمت جاي مشكل اللثه بالليزر كشفت جزء اكبر من السنه وشلت جزء من اللثه عن طريق الليزر بقت السنان شكلها تحفه في 10 دقائق والبنت سنانها بقت رجعت شكلها كبير وضحكتها ما بيبانش جزء كبير من اللثه وهي بتضحك. وبعدين قالت لي يا دكتور طب انا عايزه اعمل ابيضهم. قلت لها قدامك حالتين نعمل تبييض كيميائي يا اما نعمل تبييض بالقشره التجميليه. قالت لي طب يا دكتور والله انا القشره التجميليه دي غاليه عليا دلوقتي فانا عايز اعمل القشره دي بعد شويه. قلت لها ماشي طب نعمل تبييض كيميائي. عملنا لها تبييض كيميائي البنت حضرت الخطوبه بتاعتها وكانت مبسوطه وسعيده وجابت لي صور الفرح فاهم بعد يعني كان الخطوبه دي كان الحدوته دي كلها خلصت في جلسه كان خطوبتها بعد 3 ايام جابت لي صوره الخطوبه بعديها وجايه لي ومبسوطه ودنيا سعيده بايه فيري سمبل بتاع بس هي الفكره النو هاو انا هعمل ايه عشان اعمل استخدم انهي اداه علشان ابسط اللي قدامي و يعني بدل ما هبرد سنه واقعد ادخل المريض في تركيبات ومش عارف ايه واصغر له سنانه وهو مش محتاج ده لا انا مجرد بس ان انا لعبت بالليزر في الاسنان وعملنا تبييض والدنيا مش زي الفل. اللي بيعجبني قوي المريض اللي عنده درايه بمشكلته المريض اللي هو مؤمن بانه في مشكله وممكن يكون مكتئب وقافل بقه وما بيبتسمش وبتاع والكلام ده كله اهون عليا قوي من المريض اللي اسنانه وحشه وهو مش داري يعني انا ما اجي اقعد مع مثلا حد من اصدقائنا اقول له على فكره انت اسنانك محتاجه تجميل لازم تظبطها بيقول لي لا 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 هي كويسه كده ده انا ما بتكلمش معاه تاني يعني انا كدكتور ايمن يعني لكن هل انت كدكتور كمتخصص في عالم الاسنان كويس بتقوم بدورين اولا دور مع المريض نفسه طب نفسي تبدا تتعامل مع المريض اذا كان يعني الطب النفسي هنا انت بتتعامل مع نوعين من المرضى
في حالة الأسنان، إما مريض متخوف جدا وزي ما أنت قلت خجول جدا وخايف على بقه جدا فقافل، أو مريض مش متخيل المشكلة ومش حاسس بيها قوي ومطنشها ومكبر دماغه وجاي لك في حاجة تافهة تانية يعني، أو حاجة مش هي دي حاجة. والناحية التانية بقى على الماتيريال نفسها، عالم الأسنان بقى في التكنولوجيا الحديثة في ماتيريال كتيرة وتوظيفات كتيرة للماتيريال ده بقى جانب آخر بقى، ده مش طب نفسي، ده طب الأسنان الحقيقي الصوليد. طبعا طبعا الحقيقه انا دايما ابتديت كان الاول عندي اعتراض على، يمكن اتكلمت في موضوع ده كتير قوي، على موضوع الزركوني. كنت ما بشتغلش بالزركوني خالص لان هي كانت عامله زي التباشير، ما بتعديش الاضاءه وماده انرت والتعامل معاها رخم، وما ينفعش ان هي تحطها بشكل متكامل، ما ينفعش تخرطها على مكنه وتحطها في بق العيان، فكانت لازم في الاول وفي الاخر بتعدي على معمل والمعمل يبني ويعمل، كان هازل ودوشه وملهاش لازمه. فابتدينا ان احنا نغير الكونسبتس دي، ان انا النهارده انا الكور ستراكشر او السنه الاساسيه اللي انا هشتغل عليها لونها ايه؟ هل لونها بني واسود ومتبهدله و62 نيله؟ فبالتالي النهارده الزيركونيا الشفافه مع السنه دي هتبقى احسن من لو عملنا البورسلين الزجاجي. يعني انا عندي نوعين، البورسلين الزجاجي ده زي الازاز، ازاز ملون، فبيعوض ماده المينا فقط، بيعوض ماده المينا فقط، فبعمله للحالات اللي مستعجله اللي عايزه تتخلص بسرعه في نفس الزياره وتقدر تستحمل تكلفته، لان البورسلين الزجاجي اغلى من الزركونيا الشفاف. بنخلصه في جلسه واحده بس، الكور الفنه الاساسيه اللي تحت تبقى لونها نفسه مش غامق قوي لان هي بتشف. النوع الثاني الزركونيا الشفافه بقوم حالل ساعات، حالات بتبقى يمكن معانا حاله في سنه اسنان لونها بني خالص ومتدمره، عملنا لها حشو عصب وشلنا التسوس ومش عارف ايه والكلام ده كله، وابتدينا نعمل لها زركونيا شفافه. هي زركونيا شفافه ميزتها انها بتمر الالوان اللي تحتيها، درجه شفتها حلوه مش وحشه، وفي نفس الوقت بس هي عيبها الوحيد ايه؟ ان هي بتاخد تقريبا حوالي 16 ساعه في الفرن، فبتتسلمش دي، فاهم؟ سنان سودا جدا وفيها تسويس وبتاع، نشيل التسويس كله بالمايكروسكوب، نعمل حشو عصب. دي برضو من الناس اللي هتجي لك تقول لك لا لو فتحت بقى ما تتخضش والكلام ده. بالظبط بالظبط، بس انا بعلمه الاول اقول له بص انا هخلي لك سنانك تحفه، بس لو سمحت حافظ عليها بقى، ازاي تتعامل معاها، ازاي ان انا اغسل اسناني بعد الفطار مش قبل الفطار، ومرت بالليل بعد العشاء مش قبل العشاء. فيجي يبص المنظر ده يتخيل ان هو الحياه سودا والدنيا ملهاش، والدنيا مش عمرها ما هتتعدل، واسناني دي خلاص بقت هوبليس كيس. اقول له لا انا هعمل لك سنان تحفه، هعدل لك شكل اللثه بتاعك، هعدل لك شكل اسنانك، واقوم عامل له هو ده نفس الشكل بالظبط 28 سنه نقوم عاملينهم له. دي ايه؟ دي زركونيا شفافه. تمام، الزركونيا الشفافه ميزتها في ايه؟ هي لونها حلو وشكلها حلو وبتماسك الالوان اللي تحتيها، يعني لو في لون بني او اسود طبعا زي الحاله اللي فاتت دي كبير، فبنبتدي بتغطيه تماما، بتبان شكلها طبيعي جدا. بس ايه هي الفكره؟ ان هي ما بتسلمش في نفس الزياره، يعني بتسلم بعديها مثلا بتو تو 3 دايز. فده جراب وده جراب وده طريقه ودي طريقه، اللي جاي مستعجل بقوم جاي عامل له زركونيا جلاس سيراميكس او بورسلين زجاجي والزق له، بتدي لي درجه شفافيه عاليه وجميل، ولكن لو انا الحاله دي هعملها بورسلين زجاجي هلزقها بماده لزق لونها ابيض فتغطي لي السواد اللي تحتيه، او الزقها بماده لزق شفافه واعملها بزركونيا شفافه لو انا عندي شويه وقت والمريض مش مستعجل قوي، وفي نفس الوقت اوفر له شويه فلوس من ان البورسلين الزجاجي اغلى شويه. فاذا انت عندك زي ما اتفقنا يمكن في الحلقه اللي فاتت، انت عندك لاين تراك اسمه فاست تراك، انت بتمشي بسرعه جدا مع العيان، بتخلصت كل حاجته في مره واحده، او لو هو عنده شويه وقت ممكن تشتغل له بالنورمال تراك، تخلص له بدل الحاجة الفك بدل ما يخلص في جلسة واحدة يخلص في يومين ثلاثة. يبقى النهاردة ده موجود وده موجود، ممكن أعمل جزء، أعمل مثلا أسنان أمامية وأعمل الأسنان الخلفية. المشكلة الأساسية اللي بتقابلني إن في، أنا دايما يعني بنسبة 65-70% بحاول أنفذ للمريض اللي هو عايزه، بس في حاجات ما بقدرش. يعني إيه؟ في أحيانا بيجي لي مريض عايز يدور نفسه، يعني يجي لي ما عندوش أسنان خلفية ولا سنة، وعنده مجموعة 6 أو 7 أسنان أمامية فوق وتحت وورا ما فيش اسنان، فهو المفروض العضه كده السنان اللي دي قواطع بتقطع الاكل وبعدين اطحن ورا، فالاسنان دي مش موجوده فهو عضت كده كويس. فيجي لي يقول لي انا عايز اعمل تجميل في الاسنان الاماميه، اقول له ما اقدرش. ليه؟ اقول له لازم اعمل الاول طواحن سنان ورا تخلي دول ما بيعضوش، وبعدين ابتدي اشتغل قدام. ليه؟ لان انا لو سمعت كلامه وجيت ابتديت احضر في الاسنان الاماميه، حتى لو مثلا في سي السنه بيستخدموا كطواحن دلوقتي، بيستخدموا كطواحن حضرتك مثلا السنه مسوسه فالسنه واصله للعصب، فانا هشيل التسويس ده وافتح اشيل العصب،
بيبتدي يحصل تجويف في السنه والسنه بتستخدم استخدام خاطئ تقوم مقطومه. تفهمني؟ يجي لي يقول لي السنه اتقطمت، اقول له ما هو طب مش انا طبعا لان انا ما بعملش كده، يروح يقول للدكتور يقول له السنه اتقطمت، يقول له انت السبب اللي كسرتها لي. هو الحقيقه الدكتور غلطان بس مش غلطان في العلاج، غلطان في قرار العلاج. يعني المفروض يقول له لا انا مش هشتغل في السنين الاماميه الا لما اعمل الطواحن الخلفيه. لان هو مجرد ما بيشتغل في السنين الاماميه يبتدي يحصل فيها تجويف او يبتدي يقل ماده السنه لما نشال التسويس، التسويس كان ساندها شويه. مجرد ما يبتدي يشتغل فيها يبتدي السنه تتقطم، يقول له انا كنت جاي لك بسنتي سليمه يا دكتور وانت كسرتها لي. يقول لي ويجي لي مريض يجي يقول لي انا رحت للدكتور كان فاضل لي كام سنه قدام، الله يجازيه ده كسر لي اسناني القدام. يقول له لا هو ما كسرلكش اسنانك، هو خد قرار غلط وغلطان انه طوعك في انه اشتغل في الاسنان الاماميه وانت ما عندكش اسنان خلفيه. فبقوم دايما اقول له يا اما ازرع ورا يا اما ان شاء الله حط تركيبه متحركه ورا تبقى بتاكل عليها، يبقى عندك حاجه ورا بتاكل عليها ساند عليها وابتدي اشتغل في الاسنان الاماميه بعد كده. احنا ابطال العالم اعتقد في الاسنان الغير منتظمه، يعني بص لقي سنه قدام سنه ورا سنه خلفيه. وهنا المريض بيبقى بيلف على فكره على كل الدكاتره، عايز ياخد قرار هل يعمل تقويم هل يعمل تجميل هل يعمل ايه، وبتختلف الحاله. وهنا الفرق بين دكتور ودكتور، يعني هتلاقي ايه زي دايما بقول دلوقتي ان عالم الاسنان اصبح عالم المركز صاحب التخصصات المختلفه. الطبيب الواحد في مكان واحد بدا يتوارى، مع احترامي طبعا ليهم، بس بدا يقل دوره، لان هو لو بيميل للتقويم او هو بتاع تقويم هيقول له تقويم، لو هو مش بتاع تقويم وهو بيحتاج تقويم هيقول له لا مش تقويم، هيروح في حته تانية خالص. ايه الفرق بين دكتور ودكتور في اتخاذ القرار واحنا بنشوف عمليه التعديل في الاسنان البايظه دي؟ من ضمن الانوفيشنز او التطور اللي احنا حسينا انه مانداتوري لازم يتعمل، هو فكره ان انت توزع اقسام منفصله بعيادات منفصله. احنا بقى شايلين دلوقتي مجموعه 8 اقسام منفصله، بحيث ان انت تقدر ان انت تحل المشاكل كلها وتحط للعيان الحلول المختلفه. يعني مثلا حاله زي دي كان عندها اوبن بايت او العضه مفتوحه وكانت الاسنان راكبه على بعضيها ولونها اصفر، يعني ثلاث مشاكل، العضه مفتوحه، الاسنان راكبه على بعضيها، شكل السنان مش حلو ولونه اصفر، اسنان ضخمه جدا. فابتدينا نعرض عليها الحلول. اول حل ان انت تعملي تقويم، وتعملي تقويم جراحي. تقويم جراحي ان انت بتفتح بتكسر الفك من هنا وتنزل الفك لقدام عشان تقفل العضه دي، لان ده بيبقى عيب خلقي ان حجم الفك العلوي صغير. وفي نفس الوقت هتبتدي تقوم الاسنان، العضه هتقفل ولكن هتفضل عندك سنان صفراء وحجمها كبير. دي على فكره كده عضه، كده قفل اسنانها على بعضها بعض. يعني هي على طول كده كانها في سيجاره موجوده في النص. فده اللي هو السام ساكنج، او ان انا بمص صوابع الاطفال الصغار هو اللي بيعمل المشاكل دي. يا لهوي. فتيجي بعد كده احنا ده الحل، قالت لك طب الحل ده هياخد قد ايه؟ قلنا سنه ونص سنتين، وبعد ما هتخلصي هيبقى الاسنان العضه مقفوله 100% وهتبقى الاسنان حجمها كبير برده ولونها اصفر، وممكن تعملي عليهم قشره تجميليه بعد كده. فقالت لك لا انا فرحي بعد شهر. في نفس الوقت انا بعد ما اخلص بعد سنتين تبقى اسناني لونها اصفر وكبيره، طب ما انا ما فيش حل اسرع. قلنا لها الحل الثاني هيبقى في قسم التركيبات. عايزين نعمل الاول جذور، نعمل حشو عصب الاسنان دي، ونروح نتنقل لقسم علاج اللثه، نعمل تعديل لشكل اللثه بالليزر، ثم نتنقل لقسم التركيبات يبتدي ان هو يحضر الاسنان دي ويعمل لها تركيبات لونها ابيض، نغير حجم السنان، هنقفل العضه بنسبه 60-70%. الكلام ده في قد ايه؟ الكلام ده في 48 ساعه. هنخلص الحدوث دي في 48 ساعه. او عندك في نفس القسم بتاع التركيبات تعملي كل السيكونس ده، الاول علاج الجذور وبعد كده علاج اللثه، وفي قسم التركيبات تروحي قسم تركيبات الزيركونيا الشفافه تاخدي لك يومين ثلاثه. هي اختارت البورسلين الزجاجي. عملنا دي بورسلين زجاجي، سلمناها في 48 ساعه، عدلنا الاول شكل اللثه، عملنا حشو عصب للاسنان، وصغرنا لانه خليناها لونها ابيض، وقفلنا العضه بنسبه الحمد لله تقريبا يمكن اولموست 85%، ما قفلناهاش للاخر، مقبول قفلناها 85%، بحيث ان احنا بقى عندنا الاسنان منتظمه شكلها جميل وبتاع في 48 ساعه. فبيبقى عند المريض كل الخيارات المطروحه. يعني انا النهارده ما احبش ابدا ان انا اقول لمريض حاجه وبعدين يجي يقول لي لا اصل انا ممكن الاوبشن الثاني ده انت ما قلتليش عليه. انا بقول له كل المتاح في المجال العلمي، انا بعرض عليه كل التكنيكس المتاحه في العالم تمام لعلاج حالته، وهو
بيقول لي طب يا دكتور حاجه من الاثنين، يا اما بيقول لي دكتور اللي تشوفه، ففي الحاله دي انا بطرح عليه الحل اللي انا شايفه من وجهه نظري ده، فيجي يقول لي مثلا طب الحل ده وقته طويل بالنسبه لي، او اقول له طب خلاص يبقى ناخد الحل الثاني طبقا لظروفك. طب لا يا دكتور الحل ده تكلفته عاليه بالنسبه لي، اقول له لا طب خد الحل الثاني. يعني مثلا ساعات كتير مريض يجي لي يقول لي انا عايز اعمل بورسلان زجاجي مثلا، هوري له ماتيريال. الناس وصلت للثقافه دي، ان انا بوريهم انا مش هو مش انا قسم التشخيص برضه عشان ابقى دقيق، لان احنا مؤسسه زي ما قلت لك 8 اقسام. فبيجي قسم التشخيص مثلا عندنا دكاتره متخصصين دكتورتين كبار جدا في مجال قسم التشخيص، هم سنا صغيرين بس هم حاصلين على درجه الماجستير في قسم التشخيص. ف بيجي يعرض عليه الماتيريال يقول له ده شكل السنه دي وده شكل السنه دي، فيجي يطلب مثلا ساعات يقول لك انا هعمل بورسلين زجاجي عشان الوقت، انا عايز مثلا انا باجي من اسوان، انا باجي من الاقصر، انا باجي من السعوديه، عايز اخلص في جلسه واحده. فيبتدي يشوف التكلفه يقول لك طب التكلفه عاليه شويه عليا، طب انا ممكن اختار البورسلين الزجاجي في سبيل ان انا هاجي مرتين بس اقل التكلفه شويه. فبتبتدي ان انت تعرض عليه الحلول المتاحه بحيث ان هو يشوف ايه اللي احسن له، والاثنين ار كومبارابل في يمكن البورسلين الزجاجي درجه شفيته اعلى شويه ولكن بيدينا برضو سرعته هو ميزته ان هي ميزه يمكن اهم سترينث بوينت عن شايني وايت ان احنا بنخلص حاجات كتير قوي في جلسه واحده. بس احيانا ده ما يمنعش دكتور ايمن ان في حالات بتحتاج تاخد وقت. طبعا. يعني مثلا مريض جاي لك بالتهاب لثه مزمن واللثه عامله زي البالونه. كويس؟ فانت النهارده لو جيت استعجلت الحاله دي واشتغلت وخلصت في جلسه واحده محدش يقول كده. اللثه هتكش وهيحصل له هتبتدي يحصل له فراغات ما بين الاسنان وبعضيها وتبتدي تحشر اكل، تحصل له مشاكل كتيره جدا. فدايما بقول للمريض انا اعمل لك في جلسه واحده طالما انه الحاله الصحيه بتاعت اسنانك تسمح ان انا اخلصك في جلسه واحده، هعمل لك الصح. بالظبط. هو الصح بقى يتعمل في جلسه، يتعمل في خمسه، يتعمل في اقصر وقت ممكن. انا دايما بقول له ايه، بقول له اللي هتعمله بره في شهر هعمله لك في مره. يعني التكنولوجيا ادت لك كده. بالظبط. التكنولوجيا والنظام والاقسام والستاف الطبي والاداري والتمريض، الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل خدمه طبيه متميزه ببنيه تحتيه قويه. الحمد لله. الحمد لله. انا عايز اروح لي برضو حاله إن عارف التصبغات والالوان والشكل بتاع الاسنان ساعات ياخد شكل مزعج جدا للمريض، الشاي، القهوه، السجاير، التلوث البيئي اللي ما حدش واخد باله منه، التلوث البيئي بيأثر على السنان. ده ممكن يوصل السنان لحالات برضو حالات عيني يشوف سنانه يتهيأ له. اصل احنا عندنا دلوقتي هاجس كتير قوي كبير قوي ان بعض الناس عندها اعتقاد ان السنان ملهاش حل. كتير كتير قوي بيجي لي مثلا يعني حاجه كده الوان غريبه. هو لا ده تاكل، عدم اعتناء باللثه ادت لتراكم الاكل ده والبلاك فوق الاسنان، البلاك ده خبى او حمل بكتيريا من اللعاب ومن الاجسام المضاده، فتبتدي ان هو يبتدي تقعد بقى تنخر في السنان وتاكل في السنان، توصل الاسنان كلها للعصب. زي في الحاله دي كان عندها يمكن 12 سنه واصلين ان هم فيهم محتاجين حشو عصب، فراحت لحد قال لها انا هاخد في كل سنه مش عارف جلستين ولا ثلاث جلسات عشان اعملها. فيعني ان ضب ان البنت سمعت ان هي هتاخد لها مثلا 6 شهور راحه جايه على دكتور السنان عشان تخلصه. دي اتفقنا معاها، قلت لها انا هخلص لك مجموعه اسنانك دي كلها في قعده، وقالت لي مستحيل، اتراهنتني، قلت لها ماشي تعالي. تك 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 قعدنا عملنا 12 سنه حشو عصب. طبعا تصوير كمبيوتر دور مهم. صورنا، عملنا الديزاين، راحت قسم التصوير صورت، عملت الديزاين، شافت الصوره بتاعتها، وافقت عليها. طيب تمام. انا عايزه، كانت هي عاجبها قوي هند صبري، اسنان هند صبري، فقالت لي انا عايزه اسنان زي هند صبري، قلت لها حاضر. عملنا لها الاسنان الاثنين الكبار شويه زي ما هي عايزه نفس الشكل، عدلنا شكل اللثه، عملنا لها نفس هو دول بسبع سنين هند صبري قريبين. هي حابه الترند ده وهي نقت فاهم اللي هي عايزاه، عملنا هولها وعملنا لها الاسنان وعملنا لها البتاع، و طيب خلاص هن فاينلايزد ولزقناهم لها بورسلين زجاجي. يمكن شايف درجه الشفافيه اللي عند الانسايزر اتش دي او من تحت عند حافه الاسنان دي بتميز البورسلين الزجاجي عن اي ماده تانية، ويمكن ده سبب غلو. الحقيقه المريض النهارده بيبقى محتاج توجيه، محتاج اورينتيشن، محتاج ان انا اعرفه الصح فين، ومحتاج في نفس الوقت ثقه انه يبقى عارف ان في بيز لاين المكان اللي هو بيتعامل معاه مش هينزل عنه. يعني احنا النهارده لما بيتقال ان 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 احنا بنصرف كتير، بنصرف كتير،
الانفراستراكشر بقينا دلوقتي حاليا عاملين فيه مجهود رهيب جدا. ده يدل انما يدل على ايه؟ على ان انا بالنسبه لي يهمني ان انا اخد احسن سيرفيس، المريض بتاعي ياخد احسن سيرفيس في العالم. تمام، مش هيروح الحمد لله في اي مكان على مستوى العالم الا لما هياخد السيرفيس بتاعتنا. انا عندي دكتور من احد الدكاتره بتوعي، يمكن دكتور بتاع احد التخصصات، هو بيجي لي 3 ايام وبيروح عياده في استراليا 3 ايام. كويس، لا الموضوع مرهق عليا عشان 24 ساعه ابتدى دلوقتي اسبوعين واسبوعين، ما علينا. المهم بيسافر استراليا يشتغل في عياده هناك. فكان ابتدى دلوقتي حاليا بعد الرينوفيشنز والحاجات اللي عملناها الفتره الاخيره، اخر مره جاي لي دي قال لي لا 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 بص يا دي انا كده هحب اقعد هنا عن ما اروح استراليا. الستاندرد اللي احنا عملناه اعلى الحمد لله بكتير 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 من عيادات موجوده في استراليا وفي امريكا وفي الولايات المتحده. دكتور الاسنان، طبيب الاسنان يحب قوي يشتغل في مكان عنده فاسيليتيشن وعنده تسهيلات تكنولوجيه توصله للراحه والاداء الجيد. طب عن انه يشتغل في مكان مفهوش يجي يطلب الكلام ده بقوله في كل حته يعني. يعني مثلا احنا انا احب اشتغل في مكان فيه ايكو فيه سونار فيه كل حاجه. طب مثلا طب. يعني تعالى نشوف سينال برضو اللخبطه فيها، وانا عايز اسالك على الخله وعايز اسالك على الحاجات اللي ممكن الانسان بيستخدمها يجيب خيط بتاع الهدوم ويبدا يعمل بيها مثلا سنان زي دي. فبرضه نفس الكلام، العطه اللي هي المفتوحه دي، عضه مفتوحه دي نمره واحد. نمره اتنين، اللثه مغطيه جزء كبير من الاسنان، دي الحاله زي الحاله اللي كنت بقول لك عليها. على فكره بنات كتير عندهم السنان. بالظبط، ان انت يعني مجرد الحاله دي لو ما كانش السنان مفتوحه ومتلخبطه كده، مجرد اللعبه بس بالليزر وان انت تكشف السنه وتشيل جزء من اللثه بيفرق كتير جدا في شكل الاسنان. فبنبتدي ان احنا ندرس نعمل اناليسز للحاله. انا عندي مشاكل اسنان شكلها صغير فمحتاج العب في اللثه في الليزر، محتاج اقفل العضه شويه واطول السنان شويه، محتاج ان انا ادخل سنان لجوه واطلع سنان لبره، محتاج اغير الوان السنان، محتاج اغير شكل السنان انه مديها شكل طفولي مش انثوي خالص، محتاج ان انا اخفي اللثه اللي باينه دي، اللثه دي مش عجباني ان في جزء كبير منها باين، عندي اسنان طالعه بره محيط الفك خالص، محتاج ان هي تتشال خالص، هشيلها مش ملهاش لازمه بالنسبه لي، لان دي هتبوظ العضه وهتبوظ لي الاسنان، هتبرز الاسنان اللي في الفك اللي قصادها يعني. فدول بالنسبه لي انا هاخد قرار دول. او ان انا هقول له هنعمل تقويم. تفهمني يعني الواحده دي نعمل تقويم عشان ندخل الاثنين اللي هنا اليمين والشمال دول لجوه. دي في ميل. فبالتالي الا احنا قررنا، هي برضو المريضه دي يمكن برضو زي ما بقول لك الطابع اللي دايما بيميز او اللي الناس بتجيله الشايني وايت السرعه، فقالت لي لا انا برضو مش عايزه اعمل تقويم، رغم ان في ناس بتحتاج تقويم يعني. في ناس كتيره بتختار حل التقويم، بس يمكن ده في ناس برضو اكتر بتختارها. فابتدينا نعمل 4 اسنان قواطع اماميه وكوبري، 2 كوبري عملناهم بقى. الحاله دي اخترنا ان احنا نعملها زيركونيا شفافه علشان خاطر انا عايزه اعمل يعني ما كانتش مستعجله قوي. فبرضو في بالظبط في 10 ايام كنت مخلص، عملنا بالليزر، شلنا الاسنان اللي هي طلع بره مقطع الفك، لزقنا الاربع سنان اللي تحت ولزقنا الكوبريين فبقت 12 سنه تحت و12 سنه فوق، عملناهم ولزقناهم وقفلنا، ابتدينا ان احنا بقى شكل الاسنان مختلف. قفلنا العضه دي 100% المره دي. شكل اللثه غيرناه تماما، شكل الاسنان غيرناه تماما، البنت شكلها اختلف كليا وجزئيا. كان فاضل لنا بس ان احنا نحقن لها هنا بوتوكس في الشفه علشان خاطر تريح شويه، عشان هي كان عندها الماسكليتشر شويه عاليه، يمكن عملناها بعد كده. ولكن دي بالنسبه لحاله الاسنان الحمد لله قدرنا نوصل بيها لحاله، لا مش مجرد بس ان انا اعرف اكل على اسناني، لا مش مجرد بس ان انا سناني تبقى حلوه، لا انا لازم ان انا يبقى عندي بيرفكت سمايل. كل الشكر والتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، ودكتوراه وماجستير علاج الجذور بجامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور ومدرب المعتمد في الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقبي. في اللقاءات القادمه عايز كمان اكلمك عن شكل الاكاديمي، ماذا قدمت في الكليه؟ عايز اشوف الجهد اللي انتم بتعملوه جوه الكليه، كليه طب اسنان جامعه عين شمس، ازاي طورتوا الاقسام هناك وقسم الاندو ازاي تطور هذا التطور الكبير. فخلينا المره الجايه نتكلم في ده كمان ان شاء الله. خليكم دايما مع الدكتور، اوعى تروح في حته تانيه.
اهلا بكم. طبعا لما نقول كلمه كانسر سرطان هتخافوا، انا هخاف والله، انا بخاف. مش هقول لك يعني الدكاتره ما بيخافوش وقلبهم ميت، لا بنخاف، وخصوصا سرطان البروستاتا مثلا يخوف اي راجل، اي راجل. سرطان المسالك البوليه عموما مخيف، وسرطان البروستاتا مخيف لانه يعني اعراضه في الاول ممكن تلخبط، وبرضو احنا عشان برضو فكرة البروستاتا وبتاع، الرجل عموما عنده، الرجل الشرقي يعني عنده تردد في انه يروح يكشف غالبا، معرفش ليه يعني. بتهيألي احنا ساهمنا شوية يا جماعة في رفع الثقافة ان الناس تروح تكشف حتى في مشاكل البروستاتا، مشاكل الجهاز البولي، مشاكل المثانة، مشاكل الجهاز الهضمي السفلي، كل ده احنا ساهمنا فيه. بس نقف بقى قدام كارثة اسمها سرطان. ازاي سرطان؟ السرطان ده فكرة خبيثة جدا، خلايا بنت لذينة، خلايا خبيثة، وفعلا عندها قدرة التكاثر والاحتلال. ودايما السرطان بيفكرني بكيان كده محتل، زي ما بيقولوا يعني رخم، غتيت، كيان محتل. اي كيان محتل رخم وختيت، مفيش كيان محتل يعني لطيف ودمه خفيف. الكيان يدخل على الخلية ويحتل الخلية السرطانية، ممكن تلاقيها بتبدأ تغير من جينوم الخلية وتبدأ تريبليكيت، وممكن تدخل دي ان ايه وتاخد دم يعني، وتستغل الدي ان ايه بتاع الخلايا اللي حواليها عشان تبدأ تخليها تشتغل لصالحها، وتغير الدي ان ايه بتاع كل خلية. ده ساعات الفيروسات تعمل الحركة دي، الفيروس يدخل الخلية ويغير الدي ان ايه بتاعها ويبدأ يعمل خلايا جديدة. والسرطان عموما عنده قدرة تكوين أوعية دموية، يسرق الدم، ياخد مخزونك ويسرق ويكون أوعية دموية جديدة خاصة به هو. طبعا هتاخد من الوعاء الدموي، ما هي في الآخرة يعني مش هتطلع دم من الأرض يعني، لا هتاخد منك أنت، فهتلاقي بدأت تحصل لك أعراض كتيرة خاصة بالإحياء وأوائل الأخير نتيجة أن أنت بتفقد دم. وبعدين فجأة السرطان يتحول من مرحلة الأسيمتوماتيك، المرحلة اللي ما فيهاش أعراض، الى مرحلة كلها اعراض. فجأة انسان كان كويس يتحول الى انسان مش كويس، انسان كله اعراض. اعراض بقى تلاقي مثلا في البروستاتا، تلاقي مثلا مشاكل خاصة بألم، مش عارف ايه، انتشار في هيماتوريا، وجود دم في البول، هنشوف. وفي سرطان المثانة نفس الكلام. النهاردة بقى في تكنولوجيا عالية جدا بدأت تتواجد للتعامل مع هذه الاورام. الهايفو، هذا الجهاز او هذه التكنولوجيا عالية المستوى. ما هي الهايفو؟ احنا بننفرد بان احنا اول ناس في الوطن العربي يتكلموا عن الهايفو. العالم بره كلم كتير عنه، هنا في الوسط، في الوطن العربي في الشرق الاوسط اول ناس نتكلم عنه. النهاردة ضيف عزيز علينا جدا واسم كبير في هذا المجال، واحد من رواد هذا المجال، ونستطيع ان نستمتع معه بحوار اعتقد يهم كل رجل وسيدة، كل واحد عنده تخوف في عيلته من سرطان البروستاتا، كل سيدة عندها تاريخ عائلي بسرطان المثانة، سرطان الحالب، كل الامورام، ركزوا معانا النهاردة جدا، لانه اصبح الورم هش جدا امام وحش كبار او جهاز متميز للغاية اسمه الهايفو. لكن لغاية فين يقدر يتعامل؟ حدوده فين؟ كل حاجة ليها حدود. التبكير بالتشخيص مهم جدا. وضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور خالد لطفي دعبيس، النهاردة استاذ المسالك البولية واستشاري العلاج بالهايفو، هيكون ضيفي في هذا الحوار المثير. الهايفو حسب طريقة توجيه هو يقدر يوصل لأي ورم سواء حميد أو خبيث جوه منطقة البطن كلها. لو بنتكلم على أورام المخ، ده بيحتاج نوع من الهايفو الموجه بالرنين المغناطيسي. كيف ينتشر الورم السرطاني؟ الورم السرطاني بينتشر يا إما موضعي في الأنسجة اللي حواليه، يا إما ينتشر عن طريق الدم أو عن طريق الليمف. عايز اتكلم عن اسباب الاصابه بسرطان البروستاتا. واحد من كل 7 اشخاص معرض في حياته انه يجيله سرطان بروستاتا. اهم حاجه قلناها في العلاج بالهايفو انه يكون العلاج المناعي ضد هذا الورم عشان ما يجيش تاني. الاستاذ الدكتور خالد لطفي دعبيس، استاذ المسالك البوليه والضعف الجنسي،
استشاري العلاج بالهايف. اسمحوا لي ان ارحب بضيف العزيز استاذ الاساتذه في هذا المجال الاستاذ الدكتور خالد لطفي دعبيس استاذ المسالك البوليه واستشاري العلاج بالهايف. اهلا بيك دكتور خالد. اهلا بيك دكتور. ايه النور ده؟ ربنا يخليك. عايز ابدا الاول عن الاورام السرطانيه، و يعني بلا شك كانت في فتره من الفترات شيء مخيف جدا حتى قدمت، او بمعنى اصح ظهر الهايفو. هنا هنتكلم الأول على الهايفو ثم سنعرج على الأورام السرطانية. ما هو تكنولوجيا الهايفو؟ الهايفو هو الموجات الصوتية المركزة العلاجية. احنا عارفين طرق العلاج تتدرج من حيث قوتها أو تدخلها على المريض، وكل ما يقل قوة التدخل يعني اللي هي ما تسببش أثار جانبية كل ما الطريقة دي بتبقى أفضل. يعني أبوقراط اللي هو أبو الطب قال لك ميك نو هارم، لا تؤذي العيان وانت بتحاول تشفيه. فبتبدأ أول حاجة الجراحة، الجراحة بتفتح العيان سواء جراحة بالفتح أو بالمنظار، بعد كده عندك علاج إشعاعي، بعد كده عندك علاج كيماوي، بعد كده عندك العلاج التدخلات للأشعة التدخلية سواء المايكروويف أو التردد الحراري أو العلاج بالتبريد. كل ده بيحط إبرة وبعدين بيشتغل منها. الموجات الصوتية العلاجية اللي هي الهايفو دي مفيش إبرة خالص، وفي معظم الحالات بتبقى من غير تخدير. بتقدر نركز الموجات الصوتية على بؤرة معينة اللي هي موجود فيها الورم، ونقدر نرفع درجة الحرارة بحيث من 70 ل 90 بحيث ان انسجة هذا الورم تتقتل وهي في مكانها. وده له فايدة كبيرة جدا، يعني احسن من انك تشيله. يعني في ناس يقولك ايه، لا شيله رميه او شيله حلله. لما بيتقتل الورم بالهايفو فقد الدفاعات بتاعته ضد النظام المناعي للجسم. يعني النظام المناعي بيحاول دايما يهاجم اي جسم غريب، لما يروح الورم بيطلع اجسام مضاده تقفل المناعي. كل ما ده يبعت الخلايا بتاعته اللي هي علشان تتعرف على الدي ان ايه بتاع الورم ده، الورم يدافع عن نفسه بالغلاف المناعي بتاعه. اول ما يموت بالهايفو يتحرق في مكانه فقد مناعته، تبتدي الجسم يهاجم الورم ده يحلله يعمل ضده مناعه، يعمل ضده اجسام مضاده. فلقينا ان في نسبة شفاء اعلى حتى في الاماكن اللي ما ديناش عليها هايفو. يعني مريض في الكبد وعنده ثنويات في العظم مثلا، تعالج الورم اللي في الكبد تلاقي ان الثنويات اللي في العظم ابتدت تروح لوحدها، نتيجة ان الجسم بعد ما انت عالجت الورم ده تعرف عليه وانتج مصل مضاد له كنوع من المصل الموضعي، وابتدى الأجسام المضادة تهاجم الثنويات دي وتقضي عليها. فده الميزة بتاعت الهايفو، انه مش بس بيعالج في المكان اللي انت بتوجهه له، لا ده بيعالج في اماكن اخرى. فيبقى مفيش اي ضرر على العيان، ما بيحسش بحاجة، مفيش ألم، مفيش فتح، مفيش إبرة، مفيش أعراض إشعاع، مفيش أعراض كيماوي، والمناعة بتاعته بتعلق ضد أي خلايا تكون انتشرت في الدم ويقضي عليها. هي الفكره دي اتعملت فيلم على فكره، اتخذت فكره يعني كتاب السيناريو اللي عمل فيلم اسمه يوم الاستقلال. يوم الاستقلال ده اتعمل على اساس انه في كائنات فضائيه بتغزو الارض. هي الفكره ان ما كناش عارفين نستغرق نخترق الكائنات الفضائيه عشان الدرع. عشان الدرع بالزبط. لما عرفنا نفك الدرع وندخل نضرب واحد بس واحد منهم صارم. قدر كله بعد كده يتضرب. صح. ونشرنا الكود الانتي مضاد يعني، والعالم كله قدر يضرب هذه الكائنات الفضائيه. على فكره اللي كتبوا السيناريو واخدين الفكره من الاورام السرطانيه. الاورام السرطانيه يعني اللي هي فكره انه دول اورام سرطانيه، فزي كده الورم السرطاني عامل زي الكائنات الشريره بيحمي نفسه بدرع بيحمي نفسه من الجهاز المناعي للجسم. تعالوا نشوف الهايفو، هذا الجهاز الرائع جدا، نشوف تكنولوجيا مهمة جدا بدأت تفتح آفاق كبيرة أمام مرضى الأورام السرطانية. تعالوا نشوف مع بعض.
هنا الفيديو بيحكي عن تعامله مع الأورام الخبيثة والحميدة. فأنا طبعا أكيد هبدأ أسأل حضرتك تفاصيل هذه الاستخدامات. إيه الفهرس اللي احنا نتكلم عنه؟ طيب الهايفو حسب طريقة توجيهه، يعني لو بنوجهه بالموجات الصوتية فهو يقدر يوصل لأي ورم سواء حميد أو خبيث جوه منطقة البطن كلها، جوه الثدي، جوه الغدة الدرقية، كل ما يمكن الموجات الصوتية تشوفه. لو بنتكلم على أورام المخ ده بيحتاج نوع من الهايفو الموجه بالرنين المغناطيسي، وده لسه له ليميتيشن كتيرة ومش مستخدم في مصر، لأن لسه مش قادرين يوصلوا لكل المخ علشان الجمجمة بتمنع دخول الموجات الصوتية بكفاءة. لكن الناجح جدا هو الموجات الصوتية الموجهة بالموجات الصوتية، يعني بنشوف بالموجات الصوتية وإحنا بنعالج، فطول الوقت بنقدر نفوكس على أطراف الورم وعلى المركز بتاعه، ونبقى شايفين الورم وهو بيصغر وهو بينكمش وهو بيتحرق، بيتغير طبيعة الخلايا بتاعته وبالتالي ممكن يتحرق. ممكن يعالج أورام الكبد، ده يمكن من أكتر استخداماته، لأن الكبد ما بيستجبش للعلاج الكيماوي ولا الإشعاعي. فيا الجراحة لو ينفع جراحة، أو التردد الحراري، أو الهايفو هو الحل. أورام البنكرياس ده ورم قاتل وما بيستجبش ولا علاج كيماوي ولا، وبيقتل العيان في فترة قصيرة جدا. الحاجة الوحيدة اللي بتأثر في الهايفو ما يعني بيقدر ان هو العيان بعد جلسة واحدة يتحرك. العيان بتاع سرطان البنكرياس ده بيجي عنده ألم شديد، مش قادر ياكل، منحني، وهو داخل كده تقول ده سرطان البنكرياس في العيادة، ما بيتكلمش. ساعة ما ياخد أول جلسة الألم يروح، يبتدي ياكل، شهيته تتحسن، الجسم بتاعه يتحسن، يبتدي يقاوم المرض. أورام الرحم الليفية، وده شيء مهم جدا، لأن أورام الرحم الليفية دي من 30-50% من السيدات عندهم أورام رحم ليفية، يعني واحد من كل اثنين أو واحد من كل ثلاثة أورام رحم ليفية. بيقدر إن هو يقضي على الأعراض بعد أول جلسة أو تاني جلسة، ويبتدي المريضة تحس إن مفيش نزيف، إن مفيش ألم، إن مفيش ضغط على الأعضاء اللي حولها. طبعا بتحتاج أكتر من جلسة، لكن في النهاية حالات الحمل المتأخر نتيجة وجود ورم ليفي أحسن طريقة له هو العلاج بالهايفو، أحسن من الجراحة ويبقى فيه سكار أو فتحة في الرحم، وده يخلي الولادة بعد كده صعبة، أو إن نفس البويضة تمسك في الجدار صعبة. العلاج بالهايفو ده كويس. حدودنا في الحجم في الأورام اللي فيه، الهايفو بيعتمد على عدد الجلسات في الحجم، يقدر يخلص في الجلسة الواحدة اللي هي بتاخد ساعة ونص حوالي 15 سنتي مكعب. فده الميزة التانية بتاعته، لو جبت ورم 10 × 5 × 10 يعني كيلو يتعمل 7-8 جلسات، ورم سنتي هياخد جلسة جلستين. فهي الحدوتة الجرعة العلاجية اللي بتديها تقدر تخلص في وقت قد ايه قد ايه. 15 سنتي ده يعني 3 × 3 × 2 مثلا، ده يخلص في ساعة أو جلسة. لو الضعف هتاخد جلستين، لو 3 أضعاف هتاخد 3 جلسات. انت الجلسات لا في تخدير ولا حاجة، العيان بيطلع على السرير وينزل من على السرير يروح البيت. فما فيهوش مشكلة. طيب أنا هبدأ بالأورام السرطانية، ومعظم الحلقة النهاردة هتلف ودور حوالين الأورام السرطانية، وإن كان الأورام اللي فيها لوحدها عايزة حلقة، يعني الأورام الحلقة اللي فيها ده مرض منتشر بشكل غير عادي، يعني وهيهمنا يعني لوحده كده ناخده حلقة لوحده، ده إحنا عندنا دلوقتي بديل جراحي، بديل مناظير، بديل حاجات، وهي الهايفو، ودي خناقة بقى هتبدأ. الأورام السرطانية دي منطقة يعني ما كله بيتعاون فيها. كيف الاول نفهم عشان الناس تفهم كيف تكون ورم السرطان؟ انا قلت كلام بطنه مش متخصص، يعني الكلام اللي قلته ده كان على فيروس سي اللي بيتحول الى ورم، لان ده اللي اعرفه على الاورام السرطانيه انا. اوكي خلينا نقسم اسباب الاورام السرطانيه طبقا للمسؤوليه. في اورام سرطانيه ما نقدرش نملك فيها اسباب، مش بايدنا، يعني ناتجه من اختلال في الجينوم مولود بيه البني ادم بيطلع ورم في سن معين، زي اورام الخصيه مثلا سن 15-35 بتظهر، سببها جيني مش بايد اي حد، ومحدش يعمل حاجه غلط. في اورام مسؤوليه المجتمع والحكومه،
اللي هي الناتجه من التلوث البيئي، سواء تلوث الميه، تلوث الاكل، تلوث الهواء، كل دي اسباب في ايد المجتمع ككل وفي ايد الدوله انها تسيطر عليها. عشان كده مش افضل طريقه انك تعمل 100 معهد اورام اكتر من انت تمنع مسببات الاورام. احنا مصر من اكتر، او القاهره تاني مدينه في العالم او تالت مدينه في التلوث، وطبعا احنا ما عندنا من اعلى نسب الاورام في العالم. وفي اسباب في ايد الشخص في حد ذاته، يعني التدخين، الكحوليات، الاكل اللحوم الحمراء اللي فيها دهون مشبعه، الدهون المشبعه بانواعها، السمنه في حد ذاتها احد اسباب الاورام، انك ما تاكلش الاشياء اللي تمنع الاورام زي الخضروات الورقيه والفواكه، الخضار والفاكهه لازم يشكل نسبه 40% من غذاء الشخص. فدي بقى حاجات في ايد الانسان، عدم الرياضه، كل الحاجات دي في ايد الانسان هو اللي يعملها ويقلل نسبه الاورام. يبقى ده التقسيمه حسب المسؤوليه عن الاورام السرطانيه. كيف ينتشر الورم السرطاني؟ الورم السرطاني بينتشر يا اما موضعي في الانسجه اللي حواليه، يا اما ينتشر عن طريق الدم او عن طريق الليمف. عن طريق الدم بيروح لغدد معينه زي الكبد، زي البنكرياس، زي الطحال، زي الرئه، ممكن يروح للعظم او المخ، بيمشي مع الدم زي كرات الدم الحمراء وينزل في حته ويبتدي يكون ورم ثانوي مكمل، وكل ورم يرمي على حته معينه. يعني اورام البروستاتا ترمي اكتر على العظم، اورام الجهاز الهضمي ترمي اكتر على الكبد، حسب اتجاه الدم طالع من العضو ده ورايح على انهي عضو اكتر يبتدي ينزل فيه خلايا. عايز ابدا الاول بالبروستاتا، يعني استفيد طبعا بالحتت المهمه قوي. البروستاتا الاول عايز اتكلم عن اسباب الاصابه بسرطان البروستاتا، وليه انتشرت، ولا احنا اللي بقينا نشخص بدري؟ ليه انتشرت؟ هي سرطان البروستاتا بيحصل في الرجاله في سن متاخر، يعني المتوسط العمري بتاعها من 55 ل 70، ده الفتره اللي اكتر بتظهر، لكن ممكن تظهر قبل 55 وطبعا بتظهر بعد كده. سرطان البروستاتا نسبته عاليه جدا في العالم وفي مصر، يعني احنا بنتكلم 1 من كل 7 اشخاص معرض في حياته انه يجيله سرطان بروستاتا. لو قلنا ان العمر حاليا في مصر وصل الى 69 العمر المتوسط، يبقى بالتالي بقى عندنا تعرض اكتر ان يظهر سرطان البروستاتا. زمان ايام الناس كانت بتموت في الاربعينات والخمسينيات، من 50 سنه ما كانش في مجال لظهور هذا الورم. فحاليا نظرا لان الناس بقت تعيش اكتر بقينا نكتشف اورام بروستاتا اكتر. عايزين نقول بقى ان الاسباب برضو، السمنه في مصر زادت جدا او في الوطن العربي عموما، والسمنه هي احد الاسباب الرئيسيه لسرطان البروستاتا. استهلاك اللحوم الحمراء والدهون الحيوانيه دي من الاسباب الكثيره لسرطان البروستاتا. التلوث الصناعي موجود سواء في الميه او في الهواء. دول الثلاث حاجات طبعا، جانب في جزء جينات، في جزء بنسميه عائلي، يعني العيله اللي فيها سرطان البروستاتا معرضه اكتر ان يجي لها سرطان البروستاتا من غير ما يكون سرطان البروستاتا بيتنقل عن طريق الجينات كمرض وراثي. يعني السرطان البروستاتا كمان المعامل بقت تشخصه اسرع، لان دلوقتي تحليل دم البي اس اي بعد سن ال 40 بقى مطلوب من كل راجل سنويا انه يعمل بي اس اي عشان نقدر نلحق الورم ده في مرحله مبكره. ده دلالات واورام البروستاتا، دلالات اورام بروستاتا سبيسيفيك انتيجن بالظبط، ده لازم الرجال راجل، وخصوصا الناس، ولا هل خصوصا يعني برضه كل الرجاله بعد سن ال 40 كل الرجال سنويا يعمل بي اس اي؟ كل لابد لابد، ده سرطان هو القاتل الثاني للرجال، يعني نمره 1 سرطان الرئه، نمره 2 سرطان البروستاتا. انا بالنسبه لي كده انا مش مدخن فده لازم اخد بالي بقى. بالظبط كل سنه تحلل لي البي اس اي. البي اس اي خلينا نقول برضو ان مش بس تحليل البي اس اي هو اللي بيحدد الورم. تحليل البي اس اي لو في اعراض، لانه بيعمل اعراض لما بيكبر، بيبتدي يا اما يعمل اعراض مشاكل في التبول بانواعها المختلفه، او ان ينزل دم في البول او في السائل المنوي. ده بتبقى علامه تروح للدكتور، الدكتور هيعمل فحص وهيطلب موجات صوتيه، ممكن يطلب رنين مغناطيسي او بيت سكان اللي هو فحص النظائر المشعه. دي الطريقه اللي بنشخص بيها سرطان البروستاتا. لو لقيناه يبقى بندور في كل العظم وفي كل الجسم عن سنويات عشان نقدر نحدد المرحله اللي فيها سرطان البروستاتا، هل هو في المرحله الاولى المبكره ولا هو في المرحله الرابعه المنتشره، لان ده له طريقه علاج وده له طريقه علاج.
ميزه الهايفو هنا ايه؟ ايوه انك بتعالج في المرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. خلينا نقول قبل الهايفو كان المرحله الاولى والثانيه جراحه، نشيل البروستاتا نقطعها ونخلص من الموضوع، السرطان لسه مش منتشر. الجراحه ليها مشاكل، لان انت بتقص البروستاتا زي ما شفنا في الفيلم، دي ماسكه بين المثانه وبين المجرى البول. وانس ان انت قطعت البروستاتا في الاستئصال الكامل للبروستاتا للسرطان، الضفيره العصبيه اللي بتتحكم في التبول والضفيره العصبيه اللي بتتحكم في الانتصاب بتصاب، وبالتالي بيحصل سلس بولي، بيحصل ضعف جنسي. المرحله الثالثه والرابعه خلاص الجراحه مش هتجيب نتيجه. فزمان كان العلاج بالاشعاع نسبه نجاحه 50-60%، او العلاج الهرموني نسبه نجاحه 50-60% بمشاكله كتير، بمشاكله كتير سواء الهرمونات وتاثيرها او الاشعاع وتاثيره. تكنولوجيا الهايفو بتعمل سيطره على الورم في الاربع مراحل، لان بنقدر نحرق كامل البروستاتا في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه وفي المرحله الثالثه وفي المرحله الرابعه. انت بتقول لي طب واللي انتشر في الرابعه هتعمل ايه؟ زي ما قلنا في الاول، ارجع تاني للحته الاولانيه. وانس ان انت شلت الضغط بتاع الورم الاساسي وبقت البروستاتا نسيج ميت بيخش الدم يحللها، يبتدي ياكل الـ الاحماض النوويه بتاعتها، يعمل ايه؟ يعمل علاج مناعي ضد الاورام السنويه الموجوده في العظم. زائد ممكن بعد كده اللي يفضل منها تقدر على الامراض السنويه اللي في العظم. فبالتالي بقى اجهزه الهايفو بتقدر توجه، هنا بيورينا برضو ازاي بيعالج الورم ده. الجهاز الهايفو بيخش عن طريق الشرج وبيسلط الاول موجات صوتيه علشان يحدد البروستاتا موجوده فين والورم موجود فين، ويبتدي يقسمها الى قطاعات، ويبتدي كل نقطه في هذا القطاع تاخد جرعه من الموجات الصوتيه العلاجيه لغايه ما تتحرق بالكامل. اسلوب ملاحي برضو، لازم اكون شايف كل حاجه. وانت شايف، انا شايف كل حاجه. ده ميزه عن اي علاج اخر، ان انت شايف اسلوب الملاحي، ان انا شايف كل شيء، يعني وانا داخل بالعلاج التداخلي ده بقى شايف كل حاجه. بالظبط، شايف قبل ما تبتدي، وشايف اثناء العلاج، وشايف لما تخلص. لو في حاجه ممكن تعيدها، يعني لو فضل حاجه لقيتها مش معموله كويس، ممكن بعيد بتريست وتعمل الحته اللي فاضله. البروستاتا بتاخد جلسه واحده. بيتم تماما كل غده البروستاتا، تم قتل الورم فيها. لو في حاجات سنويات في العظم ممكن تعمل على جهاز البروستاتا الكبير، جهاز الهايفو الكبير، وتقدر تدي معاه علاج مناعي لو المرحله الثالثه او الرابعه. لكن المرحله الاولى والثانيه ده شفاء، بنتكلم حاجه 90% 95%، وده ميزه ما بنجدهاش في اي طريقه علاجيه. احنا لازم ننتقل الى سرطان المثانه، وسرطان المثانه حقيقة العلمية بتاعته، هل هو أكثر إخافة، هل هو أكثر شراسة من سرطان البوستة؟ بالضبط. ومع ذلك لا أحد يتكلم عنه. دي النقطة. مصر هي من أكثر دول العالم اللي فيها سرطان المثانة. دي النقطة الثالثة، ولا أحد يتكلم عنه، ولا أحد يتكلم عنه. أكثر شراسة، أكثر انتشارا، لأن مصر منتشر فيها، ما حدش بيتكلم. بالضبط. خلينا نقول سبب سرطان المثانة في مجموعتين رئيسيتين. واحد ناتج من البلهارسيا، وده بيجي في الفلاحين، واحنا عندنا 35 مليون فلاح. نتيجه البلهارسيا والمضاعفات بتاعتها بينتج نوع معين من سرطان المثانه، وده السبب ان مصر عدد سرطان المثانه فيها او نسبته اعلى من اي حته في العالم. موجوده في مصر وفي فيتنام، في المناطق اللي فيها انهار والناس ما بتاخدش بالها انها تنزل بنفسها الى الترع من غير اي نوع من الحمايه. وفي النوع الصناعي، وده منتشر في امريكا واوروبا والشرق الاوسط، لان مصر قديمه في الصناعه، واليابان واستراليا. اللي هو اللي بيحصل من الغشاء بتاع المثانه او الحالب او حوض الكليه، كل ده سرطان واحد. اسبابه واحده، اللي هو التلوث الصناعي، وخصوصا بالكادميوم والزنك وكل الملوثات اللي موجوده نتيجه الدول المتقدمه. مش تلاقي مثلا في اوسط افريقيا هذا النوع من السرطانات. ممكن تلاقي عندهم اللي هو زي بتاعنا، اللي هو الناتج من البلاريس. فسرطان المثانة سرطان نسبته حوالي 4 في كل 100 عيان أورام، أقل من سرطان البروستاتا. البروستاتا 12 من كل 100 في 12، المثانة كل 4. بس سرطان المثانة ممكن ينتشر أسرع وممكن يقتل أسرع. هو سرطان مش قوي برضو زي سرطان البروستاتا، البروستاتا أضعف. لكن سرطان المثانة اللي هو مش النوع الناتج من البلهارسيا ده، بيرجع بنسبه 60 ل 80%.
فالعيان نشيل له الورم بالمنظار يرجع تاني، نشيل له الورم بالمنظار يرجع تاني. فالبروتوكول بتاعه ان كل 3 شهور تعمل له منظار. ليه؟ لان انت بتشيل الورم من سطح المثانه والجدر بتاعه موجود، بتكوي الجدر بس ما انتش شايف انك بتكوي بمنظار. هنا بدا استخدام الهايفو. ليه؟ احنا بنشوف بالموجات الصوتيه ده الورم، وبنشوف جدار المثانه، لان الموجات الصوتيه بتوريك الجدار اللي وراه مش زي المنظار. دي صوره بالمنظار، انا شايف بالمنظار الورم على السطح، هقطعه وهكوي مكانه، بس هل انا كويت كل حاجه؟ هل فاضل حاجه؟ الله اعلم. لما استخدم الهايفو انا بشوف بالموجات الصوتيه جدار المثانه لغايه بره، لغايه كل لغايه اخر البطن، بشوف الانسجه المحيطه بالمثانه، وبالتالي اقدر ادي جرعه تموت الورم. ولو في جزء من الجدار عايز يتحرق، لان هو ده الجدر بتاعه هيتحرق، ولو في جزء بره ممكن احرقه كمان، وبالتالي بضمن ان نسبه ارتجاعه اقل. خلينا نقول ان سرطان المثانه برضو كان علاجه يا تشيل المثانه بحالها وتحط مثانه صناعيه من الامعاء بكل مضاعفاتها، ده في النوع الاولاني الناتج من البلهارسيا، او انك تستخدم اللي هو ايه الحفاظ على العضو. بنعمل 3 حاجات: نشيل الورم بالمنظار، ونحط علاج كيماوي، وندي اشعاع. 3 حاجات. العلاج الكيماوي له اثار جانبيه حتى لو كان موضعي، الاشعاع له اثار جانبيه حتى لو كان موضعي. بالهايفو مش محتاجين نعمل الثلاثه دول. هنحرق الورم بالهايفو هيتفرفت وينزل في البول، هنحرق الجدار بتاعه، ومش محتاجين ندي اشعاع ولا كيماوي. في كل الاورام، في سلكت كل حاجه لها درجات حسب درجه الورم، لان ده بيعتمد احنا بنحلل الورم لما بنعمل عينه الاول، حسب نوع الورم، حسب هل هو واحد ولا متعدد، هل هو كبير قوي ولا صغير قوي، هل انتشر بره ولا لا. فطبعا هنا دور الدكتور بقى، ما هو يعني الحدوته مش مكنه، الدكتور بيحدد. تيلور ثيرابي، تيلور ثيرابي بيرسونلايزد زي ما يعني تفصيلي. كل مريض كل مريض له العلاج بتاعه المخصوص. نذهب الى سرطان اخر، سرطان الحالب والكلى. سرطان الحالب، الحالب زي المثانه، زي المثانه الاثنين زي بعض، هو الكلى اللي هو سرطان لوحده. اوكي. سرطان الكلى ده سرطان خطر جدا، لانه بنسميه القاتل الصمت. بيبقى ساكت ساكت اكتر صمت من البروستاتا. ده يكبر في الكلى لغايه ما ينزف من غير وجع، دم في البول من غير الم، تدور تلاقي في سرطان في بس بيكون كبر. عيبه ايه؟ هو في منه نوعين رئيسيين، في النوع الجيني او الوراثي اللي بيظهر في الاطفال بنسميه ويلمس، وده بيظهر في سن صغير جدا ولازم يتشال ساعتها. في النوع اللي هو ناتج برضه من التلوث الصناعي والاكل الغلط والاسباب اللي قلناها، وده ممكن يظهر متعدد، يعني اكتر من بؤره في اكتر من كليه. كنا الاول اول ما نلاقي ورم شيل الكليه دي، ما هو عنده كليه ثانيه، وبعدين لقينا لا، طب ما ممكن يظهر في الكليه الثانيه، طب شيل نص الكليه وسيب نص علشان نحافظ، يمكن يطلع في الثانيه ونضطر نشيل الثانيه. حاليا في امريكا 50% من علاج سرطان الكلى هو بالتدخل، سواء التدخل ده كان بالار اف او راديو فريكوانسي اللي هو التردد الحراري او المايكروويف او التبريد او الهايفو. 50% من الحالات بنتدخل. علشان ليه؟ لانه هيتكرر. طب انا لو قعدت اشيل الكليه، ما هو بعد مرتين ثلاثه ما بقاش عندي كلى، عايزين نزرع كلى من الاول، وما بينفعش نزرع كلى في واحد سرطاني عدد. يبقى الافضل ان انا احرق الورم واسيب الجسم يعمل اهم حاجه قلناها في العلاج بالهايفو، انه يكون العلاج المناعي ضد هذا الورم عشان ما يجيش تاني. انه وانس ان انا حرقت له اول ورم، ابتدى هو حلل طلع الدي ان ايه، عمل الاجسام المضاده، ده يقلل نسبه ارتجاع الورم تاني، وده اهم حاجه بنخاف فيها في سرطان الكلى. حقيقه شرف كبير لينا هذه الزياره، استمتعنا بوجبه علميه من الطراز الامثل ومتنوعه، ولاول مره في لقاء يجمع ما بين زي ما بيقولوا العائله السرطانيه، لعنهم الله كلهم، الله يخرب بيوتهم كلهم. العائله السرطانيه، سرطان البروستاتا، سرطان المثانه والحالب، وسرطان الكلى. معلومات مهمه جدا النهارده اتكلمنا عنها، دخلنا في معلومات تفصيليه في سوبيريوريتي العلاج بالهايفو عن مثل الاشعه التدخليه في التعامل مع البروستاتا. ده موضوع يعني في سبيسيفيك وموضوع متخصص جدا. تكلمنا عن
أهمية والتشخيص المبكر في الأعراض. الكلى سرطان صامت وأعراضه مفيش لغاية لما نوصل لبيلسيماتوريا، ألم بدون ألم، تبول دموي بدون ألم. الله هايفو قادم مش قادم، هو موجود من زمان، موجود من سنوات، لكن أقصد في الثقافة المصرية أنا أعتقد إن إحنا أمامنا كتير عشان ينتشر الفهم، لأنه في حالات تركت أو يأست من العلاج أو عولجت بالطريقة فيها قدم وقسوة كبيرة جدا، وكانت النتيجة أنهم فقدوا أساليب علاجية متطورة. طبعا القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور خالد لطفي تعبيس، أستاذ المسالك البولية واستشاري العلاج بالهايفو، كان ضيفي في واحدة من أهم حلقتنا مسالك، جمعت بين زي ما بيقولوا الأجملين دائما، العلم الغزير والشرح التفصيلي للمسالك البولية كلها وأمراضها وخصوصا الأمراض الورمية، وأيضا الجمال الثاني في تكنولوجيا متقدمة ننفرد نحن في الشرق الأوسط بطرحها والحديث عنها. نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا دكتور. خليكوا دايما كريم. ربنا نورتنا. خليكوا دايما مع دكتور. اهلا بكم. والله صوري وانا صغير جميله جدا، طبعا مش وانا صغير لكن الامومه شيء جميل، والاطفال ده دي نعمه من عند ربنا. لكن خليني اقول لكم ان انت يا باشا يا حلو انت ممكن تاثر على انجابك وفرص انجابك بالتصرفات، وانت برضو يا اموره ممكن تاثري على فرص انجابك بتصرفات عجيبه جدا. يعني هقول لكم على حاجه، كام حاجه صغيره كده. تناولك لمشروب سكري في اليوم، كل يوم الواحد يشرب مشروب فيه سكريات كتير يقلل فرص الانجاب بنسبه 16%. يا خبر ابيض 16%. طب كمان القهوه وكمان التوتر العصبي بيأثر على فرص انجاب الاطفال. القهوه الناس اللي بتشرب، طبعا القهوه ومشتقاتها، مش القهوه بس، ده القهوه افضل حاجه في المشتقات بتاعتها، يعني نسكافيه اسوأ، مش عارف البتاع المكشي مش عارف ولا اسمه ايه، احنا جيل ما نعرفش غير القهوه، بس في حاجات طلعت بقى يقول لك نسكافيه وموكا وكابتشينو والكلام اللي هو ولاتيه ومش عارف ايه، الولاد بيقولوا لي يعني، لكن انا ما اعرفش غير القهوه. طيب والقهوه بقى ومشتقاتها. حاجات ثالثه بقى كمان، ان المسكنات بتؤثر على فرص الانجاب وفرص وجود الحمل. الله، البنات اللي كل شويه تبلبعلي صداع مسكن، مش عارف ايه مسكن، متضايقه من خطيبها مسكن، متضايقه من حد مسكن، يخرب عقلك يخرب عقلك. فمسكن ومعاه فنجان قهوه ووراه كوبايه مليانه سكريات، يبقى انت بقى كده بتعملي لو الكلام ده كل يوم بيحصل كنتم مع انتهى فرص الحمل. انت بتتكلم في 16% بس في حاله لما بتاكل سكريات، القهوه يمكن اكتر من كده والمسكنات اكتر بكتير. النهارده هنتكلم على قصه الحقن المجهري، قصه مهمه جدا اللي قد يعني يكون الحل او المنفذ الذي ياخذ الزوجين من احساسهم بظلمه عدم وجود طفل الى نور ورحابه نعمه من نعم الدنيا وهي وجود طفل. ضيف العزيز واحد من الكبار في هذا المجال، متميزين للغاية، بسعد جدا بحواره وسلسلة مهمة تتحدث عن الحقن المجهري بالتفصيل، الاسم الكبير وضيف العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي.
تشوهات الرحم منها ست مولوده بيها ومنها نتيجه لتدخلات خاطئه. هل الاورام النتيجه لهذه الدرجه تؤثر على الحقن المجاري؟ جميع الاورام النسويه يمكن استئصالها. الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن، استشاري امراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب، زميل جامعه كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا، وعضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه والعقم. ضيف العزيز واحد احد الكبار المتميزين في هذا المجال الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن، منورنا يا فندم. اهلا بحضرتك وسعيد بهذه الزياره ومتشكرين على احنا البيت. اسعد التعوى. والله الجو رائع. والله الجو بارد جدا. الجو داخل الاستوديو ساعه اكثر اسعد من بره الاستوديو. الحال المجهري يشبه كما نقول دائما بنايه، دور اول دور ثاني دور ثالث، الكل يبنى على أساس كل دور يعتمد على صحة ومتانة الدور الذي قبله. بالزبط. مراحل، كل مرحلة بتبنى على المرحلة التي قبلها. في أشياء في هذه المراحل قد يفقدها الطبيب أو لا ينتبه لها، وهذا سيؤدي في النهاية إلى أنه للأسف قد تفشل تجربة الحقن المجهري. فعايزين نتكلم على هذا المنظور، هل الحقن المجهري كما قلت مراحل فعلا؟ طبعا يا دكتور ايمن، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحقن المجهري ده منظومه متكامله تتكون من مراحل، حوالي 4 أو 5 مراحل. ما ينفعش ان انت تطلع عدي مرحله قبل الثانيه، والا يبقى احنا كده حكمنا بالفشل من قبل ما نبدا. الحقن المجهري بيبدا بمرحله التحضير اولا، ثم التحاليل، ثم الاشعه التلفزيونيه او السونار ثنائي الابعاد او رباعي الابعاد، ثم المناظير البطنيه والرحميه، ثم مرحلة تنشيط المبايض، ومرحلة تنشيط المبايض دي بعد كده تيجي عملية سحب البويضات، ثم شغل المعمل اللي هو أهم حاجة، بعد كده تبدأ عملية إرجاع الأجنة، ثم عملية الحمل، تحليل الحمل بعد كده، أو تجميد الأجنة إذا كان في أجنة زيادة، ثم تحليل الحمل بعد كده. بالترتيب، ما ينفعش واحدة تيجي قبل التانية. طيب وكل مرحلة من دول لها متطلبات معينة وريكويرمنت معينة وشروط معينة، ما ينفعش ان احنا نهمل اي واحد منها. طيب هبدأ بالحاجة اللي احنا في الطب كلنا حافظينها، الهيستوري، التاريخ المرضي للزوجين، سن الزوجة، عمل الزوج، الكلام اللي مرتبط بالهيستوري. التاريخ المرضي للزوجين ده مهم جدا جدا جدا، وخاصة السن. السن بيلعب دور كبير جدا في نسب نجاح الحقن المجهري. في علاقة عكسية، كل ما سن الزوجة صغر كل ما نسبة النجاح كانت أعلى. وكذلك التاريخ المرضي للزوجين، يعني لازم نستبعد جدا أي أمراض في الغدة الدرقية. السكر لازم يتظبط، الفيروسات سواء كان فيروس سي أو فيروس بي لازم يتم التعامل معهم بدقة شديدة جدا، و تيم وورك ما بين طبيب أمراض النساء أو دكتور العقم يعني ودكتور الجهاز الهضمي أو الكبد. كل الأمراض اللي هي ممكن يتم علاجها قبل الحقن المجهري يجب أن يتم التعامل معها، ولا داعي للاستعجال إطلاقا. الحقن المجهري هيتعمل بس لما يتعمل بمظبوط، وهيئة الجو والتحاليل بقت مظبوطة، أي أمراض موجودة تم التعامل معها أو الشفاء منها، بيرفع جدا نسب نجاح الحقن المجهري. التحاليل تاني حاجة، تاني خطوة في الموضوع. التحاليل دي أهم خطوة في الحقن المجهري. يعني العلاقة ما بين الغدة النخامية والمبيض والرحم علاقة هامة جدا، بنعرفها عن طريق التحاليل اللي بتعمل تاني يوم الدورة، اللي هي تحاليل أي حد اتسأل يطلع عارفها، اللي هي الـ AMH مخزون التبويض، والـ FSH هرمون الإباضة، والـ LH والبرولاكتين الغدة الدرقية، والأجسام المضادة بتاع الغدة الدرقية ديت لازم يتم التعامل معها، وأي خلل فيها يجب إصلاحه قبل إجراء عملية التنشيط. ثم تحاليل الزوج كمان، تحليل الزوج مش التحليل العادي اللي هو السيمن اناليسيس العادي، لازم بالكمبيوتر، وكمان تحليل الدي ان ايه، وفي بعض الاحيان بتعمل له تحليل هرمونات كامله لو كان بيعاني من انعدام حيوانات منويه في الخصيتين. فهنا لازم في تحاليل كتير، اف اس اتش وال اتش وانهبين بي، دي مهمه جدا للزوج، والدي ان ايه اللي هو الماده الوراثيه في الحيوان المنوي، علشان حالات الاجهاض المتكرر او الفشل المتكرر للحقن المجهري. ده حاجه مهمه جدا جدا.
وياخد وقته فيها الطبيب. يعني دي نصيحه للاطباء كمان الصغيرين، ما تستعجلش ابدا، اعمل كل تحاليلك، العيان مش هيزهق منك، المهم تشتغل صح وتعمل كل التحاليل وتطمن خالص ثم تبدا بعد كده. ايه اللي ممكن الدكتور لسه المبتدئ او لسه الشباب يغفله او ما ياخدش باله منه من تحاليل الزوج تحديدا؟ ساعات يجي تحليل الزوج مثلا العدد قليل، الحركه ضعيفه، التشوهات عاليه، لكن في انواع من التشوهات يجب ان الطبيب ياخد باله منها. في حاجه اسمها امورفس هيد، يعني تشوهات مش عاديه، تشوهات امورفس هيد دي يعني راس الحيوان كبيره جدا، صعب جدا يحصل معاها حمل، وصعب ان كمان انها تخش وتتحقن جوه البويضه، يعني يبقى مش مظبوط. لازم تحتاج دقه في التشخيص وفي قرايه التحليل نفسه، زي اللي بيقرا رنين المغناطيسي كده وبيقرا اشعه الفوردي والسي تي والكلام ده، لازم يكون بيقرا تحليل الكازا او السائل المنوي بالكمبيوتر قرايه دقيقه عشان يعرف نوع التشوهات ويتم التعامل معاه ازاي. هل ده ياخد منه عينه من خصية احسن؟ هل ده محتاج علاج قبل كده 70 يوم عشان يطلع حيوانات منويه سليمه؟ هل محتاج ان احنا نعمل حاجه اسمها امزي اللي هو الحقن المجهري فائق التكبير او رباع الابعاد عشان نختار انسب حيوان منوي؟ زي ما احنا شايفين في الصور كده اشكال مختلفه من التشوهات، في حيوانات منويه طبيعيه، في حيوانات منويه فيها تشوه في الراس، في الديل، في الجسم بتاعه. فمهم قوي يكون الطبيب عنده من الخبره الكافيه وانه يختار بالذات طبيب المعمل الحيوان المنوي المظبوط المناسب للحقن في البويضات. ممكن في برضه تحاليل للزوجه تفوت كده على حد مش واخد باله، في تركات في تحاليل الزوجه؟ طبعا الناس اللي عندهم حقن مجهري فشل قبل كده او تكرار فشل حقن مجهري يجب عمل تحاليل كتير خالص، من ضمنها السومبوفيليا اللي هي الانتيكاردويلين انتي بوديز والبروتين سي وبروتين اس واللوبس انتيكوجلانت وفاكتور 5 لايدن، حاجات كتير ام تي اتش يعني انتي بيتا 2 جلايكوبروتين 1، كل دي اسامي تحاليل معقده جدا لكن يجب انها تتعمل في حالات معينه. لكن الحالات الطبيعيه اللي بتعمل لاول مره هو الهرمون البروفايل اللي احنا اتفقنا عليه في الاول اللي هو المخزون التبويض والاف اس اتش اللي هو الام اتش والاف اس اتش وال اتش وبروتين اي 2 تي اس اتش. هنا العلاقه ما بين الغدة النخامية شايفينها على الفيديو والمبيض والرحم وازاي بيحصل التبويض وتخرج البويضة والتقطها قنوات فالوب وبعد كده تخصب بالحيوان المنوي وتخش الرحم بعد 5 أيام من تلقحها في قنوات فالوب. فدي برضه لازم يكون الطبيب فاهم كويس قوي في السيولوجي بتاع التبويض بيحصل ازاي والحمل الطبيعي بيحصل ازاي. السونار، هذه الآلة العظيمة، هذا الأسلوب التصوير الرائع، برضه في اجزاء او في ممكن جدا حد يكون عنده السونار، يمتلك افضل سونار لكن ما يمتلكش الخبره انه يكتشف بعض الاسرار الموجوده اللي السونار شايفها لكن الدكتور ما شافهاش. تمام. هو من ضمن التحضير للحقن المجهري برضه اللي هو اول مرحله انك بتعمل سونار في اوقات معينه من الدوره الشهريه، اهمها السونار ثنائي الابعاد، طبعا ده الاساس لتاكيد التشخيص بيتم استخدام السونار رباعي الابعاد. نقدر نشوف جدا بالسونار ثنائي الابعاد الانسداد في قنوات فالوب وانتفاخ قنوات فالوب زي ما احنا شايفين على الفيديو كده. دي صوره بالسونار ثنائي الابعاد، بس بعد ما حققنا سلاين جوه رحم وقدرنا نشوف قناه فالوب هي بالمنظر ده، بنعمل بعد كده سونار رباعي الابعاد نقدر نشوف الصوره اوضح. طبعا ده انتفاخ في قناه فالوب، ده من اهم الاسباب لفشل الحقن المجهري، وبالتالي لازم نخش بالمنظار البطني بعد كده ونفصلها او نشيلها خالص، نستأصلها تماما كاجراء وقائي قبل اجراء الحقن المجهري لكي نضمن عدم ارتشاح السائل اللي جوه قناه فالوب على الاجنه ويحصل فشل الحقن المجهري. هنا في هذا الفيديو هيبان ازاي احنا بنعمل كليبنج اللي هو بنحط كليبس على قناه فالوب عشان نقفلها، او ان احنا بنفصلها خالص. شايف القناه الفالوب عامله ازاي؟ منتفخه قد ايه؟ منتفخه ترتشح. هنا بنستخدم اله بتكوي وتفصل في نفس الوقت. دي حاجه برضو يعني بيكسرو في المنازير. هي بتكوي وبتفصل في نفس الوقت، تقص. حاجه هارمونيك سكالب متقدمه جدا في عالم المنازير، النوعيه دي من الالات. بتكوي وتقص في نفس عشان ما تاخدش وقت. هذا اجراء ما بياخدش ربع ساعه، هي ثانيه. لا القطع نفسه ما خدش ثانيتين. بالظبط. لكن العمليه كلها ما تاخدش يعني ربع ساعه. يعني ده حاجه مهمه خالص، يعني قبل الحقن المجهري ده من ضمن التحضير اللي هو السونار بالذات. يا ريت تكون اجهزه متقدمه، يعني ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد، الدوبلر كمان مهم جدا عشان نقيس الدم اللي واصل للرحم وبطانه الرحم.
اشعه دوبلر بنقيس كميه دم واصله كويس ولا في ضغط عالي في الدم الموجود. كمان بنقدر نشخص التشوهات الخلقيه في الرحم زي ما احنا شايفين هنا في الصوره بالسونار. بالسونار وبعد الابعاد دي صوره واضحه جدا لحاجز رحمي. قسم الرحم نصين، واحد يمين وواحد شمال. هنا بقى تقدر تستخدم السونار وبعد الابعاد عشان تشوف انهي جزء من الرحم اللي ممكن يحصل فيه حمل كويس، وهل انت محتاج عمليه منظار رحمي جراحي عشان تشيل هذا. طبعا دي محتاجه 100%، لكن في بعض الحالات ما بتحتاجش، بقى حاجز ضعيف جدا وصغير جدا ما بقاش محتاج، لكن ده طبعا محتاج منظار رحمي جراحي لازاله هذا الحاجز قبل برضه الحقن المجهري. وهنا برضه ما ننساش ننبه الدكاتره انه لو تم استخدام المنظار الرحمي بالكهرباء يبقى هناخد علاج 3 شهور هرموني بعدها علشان يتم بناء بطانة رحم جديدة صحيحة. يعني الأشعة بالصبغة هذه التقنية اللي بعض الناس قالت إنها بقت قديمة، هل فعلا أصبحت قديمة؟ احنا مش بنحبها قوي أشعة بالصبغة، لكن هي إجراء مهم لبعض الناس اللي هم يعني مش بيقدروا قوي على تكلفة المنظار. لكن في أماكن كتير جدا بتعمل أشعة بالصبغة محترمة جدا وما بقاش في داعي القلق ساعتها. أشعة بالصبغة برضه بتبين لو كان في حاجز في الرحم، لو في لحمية جوه الرحم، لو في انسداد في قنوات فالوب، لو في أي عيوب أو خلقية أو تشوهات خلقية في الرحم، كل ده بيبان جدا من الأشعة بالصبغة. وعلى فكرة الأشعة بالصبغة بتحتاج قراية برضه كويسة. مش أي حد يقراها كويس، مش أي حد يعملها كويس، ولازم يكون مكان مجهز ومعقم ويقدر يتعامل مع الحالات دي بديليكيت، يعني حاجة برقة شوية. مهم جدا يعني. برقة لازم بدقة وبرقة. وبرقة أشعة بالصبغة. أوكي. المنظار الرحمي، الرحم في النهاية هو المكان الذي سيبدأ الرحلة معي، هو المكان اللي أنا هزرع فيه الجنين، هو مكان زي ما بيقولوا البلد، الوطن اللي أنا هروح له. فهذا الوطن ينبغي دراسته بدقة. يعني أنا رايح دلوقتي أبني في مكان، هذا المكان دراسته بدقة تستلزم أن أنا أبعت منظار يدرسه بدقة. المنظار ده هو المنظار الرحمي. المنظار الرحمي التشخيصي، يعني قصد حضرتك أن احنا بنستخدمه علشان نشخص حاجات معينة. مش لازم فيه باثولوجي واضح، مش لازم فيه لحمية ولا ورم ريفي ولا التصاقات، لكن ممكن فيه التهاب. التهاب في بطانة الرحم اللي هي كرونيك اندومتريتس، نقدر نعرفها بمنظار رحمي بأشكال معينة. في احتقان جوه تجويف الرحم، فيه لون معين نقدر نستشف منه حاجه، نقدر ناخد عينه او بايوبسي من بطانه الرحم ونحللها عشان نقدر نعرف في خلايا اكله ولا لا، ناتشرال كيلر سيلز والسي دي 56 وهذا الكلام سيلز، كل ده نقدر ناخد بيه يعني معرفه كامله بواسطه المنظار الرحمي، ويجب التعامل معاه بحرفيه عاليه جدا قبل اجراء الحقن المجهري. الفيديو ده بيوضح حاجه مهمه جدا، الالتصاقات اللي تم تشخيصها بالسونار الاول وبعد الابعاد ثم بالمنظار الرحمي التشخيصي ويليه بعد كده المنظار الرحمي الجراحي لازاله الالتصاقات اللي جوه تجويف الرحم. دي حاله معقده جدا، يعني اخذت فتره طويله جدا من العلاجات بعد المنظار، وبعد كده الحمد لله ربنا كرمها يعني بالحمل وولدت كمان معانا. بس دي حاله مهمه جدا ومحتاجه يعني تدخل دقيق جدا. يعني الست عموما بترتبك او بتقلق لما حد يقول لها انت مطلوب ان يتعمل لك منظار بطن عشان نشخص اشياء معينه. منظار البطن برضو ما زال عند عقليه المصريين دي تعتبر عمليه، انا داخل اعمل منظار بطن حاجه كبيره يعني. ايه الاشياء اللي في منظار البطن قد لا يلتفت ليها برضو بعض الاطباء فتفقد الست فرصه نجاحها؟ يعني هو في منظار البطن حضرتك في بعض الاطباء يقول لك لو لقيت مثلا اورام ليفيه وهي طالما في رحم من الخارج او في الجدار بس ومش مأثر على التجويف يبقى خلاص مفيش داعي تعمل منظار ولا تشيل. بس الست ما بتعمل حاجه مجرد ما بتحملش بيفشل مره واثنين وثلاثه. طب ما نخش بقى نشوف الاول بالمنظار هل الورم الليف ده فعلا مأثر ولا مش مأثر. احنا هنعرض حاله دلوقتي لمنظار بطني ورحمي لنفس السيد مع بعض في نفس الست. يتم اكتشاف ما كانتش متشخصه خالص بالمنظار بالسونار قبل كده ان فيه ورم ليفي جوه تجويف الرحم، لكن كانت متشخصه ان فيه ورم ليفي خارج، ودي مش مهمه مش هتاثر في حاجه. هتشوف منظر غريب حضرتك داخل وخارج داخل الرحم وخارج الرحم، ده ده ورم ليفي داخل تجويف الرحم بيتم استئصاله باللوب بالمنظار الرحمي الجراحي. ده منظار رحمي داخل بيشوف ورم داخل الرحم، ورم ليفي داخل تجويف الرحم مش كبير لكن هيأثر 100% لان هو سد تجويف الرحم. ده اول منظار. ده هنا بقى المنظار البطني. اتفرج بقى حضرتك هتشوف منظر في حياتك ما شفتوش. شوف كام ورم ليفي بقى، ورم كتير قوي وكبيره.
شوف منظر الرحم عامل ازاي، ده هيحصل في حمل ازاي في الجدار من جوه خارجي، وفي جوه جدار الرحم واكتر من 10 اورام ليفيه باحجام مختلفه، لابد ان احنا نتعامل معاهم ونشيلهم. وبعد كده بتعمل حقن مجهري 100% بتبقى فيه نتائج احسن، يبقى الرحم بيرجع لحجمه الطبيعي ووضع الطبيعي زي ما احنا شايفين في الصوره دلوقتي. شوف ورم قد ايه، ازاي ده ما ياثرش اكتر من 7 سنتي الواحد بس، واحنا عندنا اكتر من 10 اورام، مفيش شكل اناتومي، مفيش صفه تشريحيه للرحم. شيء صعب جدا. يعني الحمد لله تشد بالمنظار يعني. بس طبعا هنا 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 بقى فينا ملحوظه للاطباء الشبان برضو، لا يتم التعامل مع هذا الرحم بالمنظار الا لما نحن حاجه اسمها بور 8 اللي هو فازو بريتسن، اللي بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه عشان ما يحصلش بليدنج كتير، كمان بيخلي الورم اللي فيه هارد حجم ناشف عشان يتم ازالته بسهوله جدا بالمنظار. بس قبل ما يعمل كده لازم يبلغ دكتور التخدير ويقول له انا هحقن فازو بريسن في الورم اللي فيه او في الرحم، عشان ساعات بيعمل اريزميا في القلب، فيبقى جهاز دكتور التخدير بص على جهاز التخدير بتاعه واحنا بنحقن الفازو بريسن او البور 8 وبيخلي العمليه سهله خالص. هذا الاجراء بسيط جدا، دي برضه نصيحه للاطباء الشبان قبل ما يعملوا هذه العمليه بالمنظار الورمليفي بالذات، بيفرق معاهم جامد جدا جدا، انه بيقلل النزيف، بيقلل وقت العمليه، بيجي على استخراج الورمليفي سهل جدا 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 زي ما احنا شفنا. بس ياخدوا بالهم ان ده لازم يكون بالمونيتور في الاي سي، بالمونيتور في لا مع دكتور التخدير في اوضه العمليات، عشان ده بيعمل اضطراب في كهربه القلب. بالظبط كده. فلازم نكون احنا مديني الجرعه اللي تحت بالظبط، وكمان يبقى دكتور التخدير عينه معانا على الجهاز. التنشيط قضية مهمة قوي. التنشيط ساعات بيتم بشكل هابهازر، ساعات دكاترة مش محترفين قوي يعملوا التنشيط، مش مذاكرين قوي، فيحصل اوفر ستيميوليشن، نلاقي البنت اللي عندها مبيض شوية يعني بدأ يحصل فيه تنشيط زايد، يعني يبدأ يتكون فيه سيستات، يتكون فيه يعني حويصلات، يضطر تعمل بعد كده كي مثلا برضو عند الكي يبوظ خالص مخزون المبيض، فنقلب من مبيض عادي كان طبيعي بسبب تصرفات مش منضبطة إلى مبيض غير طبيعي. التنشيط المرحلة اللي بعد التحضير هي مرحلة التنشيط، عمر ما في واحدة بتتنشط زي التانية، مستحيل. في التنشيط ده أنواع، في تنشيط لونج بروتوكول، التنشيط البروتوكول الطويل والبروتوكول القصير، ده لونج بروتوكول وده أنتاجونست بروتوكول، ده أجونست بروتوكول. اللي كل ما واحدة سنها صغر يستحسن انها تستخدم او الدكتور يستخدم لها البروتوكول الطويل. كل فئه عمريه لها جرعه في التنشيط وفيها نوع معين من الادويه، يجي ده قانون ما ينفعش ان حد، لكن يعني اللي مش عارف يتصل بالدكتور اللي عارف يقول له انا عندي كذا 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 ابدا لها ازاي. فكل مريضه في سن معين بتاخد جرعه معينه من الاف اس اتش او ادويه التنشيط بوقت معين بمده معينه، بس اي خلل في هذه المنظومه هيؤدي الى فرط تنشيط. كمان الناس اللي هم ناس طبيعيين، الناس البوريس بوندر او اللي هم عندهم سن عالي سن كبير ومخزون التبويض عندهم قليل، لازم يستخدموا بروتوكول معين. دي حاجات كتير بقى، اللي هي البروتوكول القصير او البروتوكول القصير اللي هو الياباني اللي هو الاقل تكلفه، او الناتشرال سايكل، وبرده ويستخدم ادويه معينه اهمها ال اتش، دي حاجات مهمه خالص. الناس اللي عندهم تكيس مبايض حضرتك تقصدهم يعني، ده لهم بروتوكول مخصوص جدا، ده مبيض متنشط اهو، ده واحده عندها تكيس مبايض، شوف كم بويضه، ما تقدرش تعد كل مبيض فيه 30 40 بويضه، يعني في الاخر هتسحب 50 60 بويضه. دي حاجه، ده اياتوجينيك، دي حاجه مش مظبوطه. لازم ست ما تطلعش لازم ست ما تطلعش اكتر من بالكتير قوي 14 15 بويضه. تكيس المبايض بيطلع بويضات كتير غصب عن الدكتور، وله تعامل خاص، ما ينفعش يدي ادويه كتير، لازم مده معينه، لازم يجي يدي حقن التفجير اللي هي التريجر اللي هو الاتش سي جي، يستبدله بحاجه اسمها اجونست ما تعملش فرط تنشيط. وكمان بيفضل تجميد الاجنه ونقلها بعد شهرين ثلاثه لما يبقى المبيض هدي والرحم هدي، يبقى نسبه نجاح اعلى.
ده بيحتاج تعامل خاص جدا حالات تكيسل المبايض. ازاي ديت يعني ناخد بالنا بقى؟ يبقى اذا لازم نركز جدا واحنا بنعمل تنشيط لانه ده سلاح ذو حدين. دي كريتيريا، ده انا لما بشوف العيان قدامي بقدر اعرف على طول ده عنده تكيس مبايض، هيتم التعامل معاه بكذا وكذا وكذا، ولازم اصارح العيان واشرح له حالته بالتفصيل، واقعد معاه ميتنج كامل اشرح له احنا هنعمل ايه وكذا وكذا وموافق ولا لا، ويمضي ومعقد وكل حاجه. لازم عارف ان احنا هنعمل كذا وهنجمد الاجنه كلها ونرجعها بعد شهرين ونسبه الحمل عندك قد كده. دي حاجه مهمه خالص. واحدة تانية دي طبيعية هيتم التعامل معها اللونج بروتوكول عادي او اجنس بروتوكول عادي ولها نسبة نجاح برضو. او واحدة سنها كبير فوق 38 سنة او فوق 40 سنة برضو لها بروتوكولات مخصوصة، ليجب ان يكون الطبيب، ومش عيب، مش عيب ان انا اكون مش عارف، اسأل اللي عارف. طيب يعني سحب البويضة عملية فنية، فنيه جدا، فنيه جدا، يعني عايزه دقه وعايزه فن كبير. بالظبط كده. وهي وصاحب البويضه العمليه بتتم تحت المخدر العام، فلازم يبقى العيان جاهز للمخدر، يعني يكون عامل تحاليل عمليه، لازم يكون بتعمل بسن معين، لازم اخش في منتصف البويضه، في كل بويضه ما اسحبش حاجه غير اللي موجود بس، لان فوقيه الفيسلز بتاعت الرجلين الاوعيه الدمويه الرئيسيه الداخله للرجلين فوقيه على طول، فلازم كنت بستخدم دوبلر عشان يبين لي يبعد لي الاوعيه الدمويه الخطيره اللي عندي، واسحب بويضه بويضه، والمعمل بيبلغني انت عندك 1 2 3 4 وابقى متاكد جدا ان انا داخل في بويضه مش داخل في شريان او في وريد. كمان لو عندي كيس او عندي حاجه جنب البويضات لا يجب ان انا اخش فيها ولا اسحبها، سيبها زي ما هي، لان ممكن اعمل لها خراج او ان انا اعمل لها تجمع دموي او الى اخره. فعمليه السحب عمليه فنيه ما بتاخدش وقت كبير، لكن عمليه فنيه بالدرجه الاولى. سحب البويضات في برضه فنيات كتيره فيه. ده اكيد اكيد، لان يعني الحركه فيها بتتم بدقه متناهيه. تطلع من البويضه دي للبويضه دي للبويضه دي كلها في 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 في, في دخله واحده. ومهم جدا ما يبقاش فيها نزيف، ومهم خالص ان ما يكونش فيها يعني يكون نايم كويس عشان ما يحسش بالم، لان بتسحب في المبيضين مش بيض واحد. بس ف الانيميشنز او الصور الكرتونيه للحال المجاري ظلمته، يعني خلت الحال المجاري مختصر على فكره ان انا بحط بويضه بجيب حيوان منوي وبدخله جوه البويضه، فالناس فهمت عمليه الحقن على انها عمليه سهله. لكن عمليه الحقن مش سهله. عمليه الحقن الحيوان المنوي جوه البويضه تخصص بالدرجه الاولى، دكتور الامبريولوجي، دكتور المعمل. مش دكتور لوحده، تخصص ده تخصص لوحده خالص، ده اهم شغل في المعمل. ازاي يختار الحيوان المنوي وازاي يختار البويضه الكويسه زي ما احنا شايفين كده. هناخد البويضه. على فكره انا عايز اقول حاجه، بس في سحب البويضات دي احيانا يبقى عندك بويضات كتير جدا بتسحبها والمعمل يقول لك ما عنديش بويضات. امتي فوليكل سندروم دي مهم، يعني عباره عن اكياس خاليه من يعني حضرتك بتسالني ايه الحاجات الغريبه اللي ممكن تقابل دكتور الحقن المجاري هو شغال في السحب. مثلا الامتي فوليكل سندروم دي اللي هي البويضات كلها فاضيه، الست عندها 30 40 بويضه او 20 بويضه، اول ما بيت خلصته يقول لك ما عندناش حاجه، لازم تقف. توقف ليه؟ ممكن تكون ما خدتش الحقنه التدفجيه، ممكن تكون ادويه غلط، ممكن تكون ادويه مش كويسه، ممكن اللي ادالها الحقنه حد يعني مش خد يعني مش فاهم وقعها وقال ان اديتها لك، لازم توقف وترجع تديها حقن ثاني وتسحبها مره ثانيه من مبيت اخر. اسمها بويضات فاضيه، دي حاجه مهمه، يا اما ادويه مش مظبوطه. بالنسبه الحقن بقى الحقن ده يعني ده تخصص دقيق جدا جدا. الحقن المنوي المظبوط وله برضه كريتيريا وله مواصفات وبيقسمه لك اللي هو دكتور المعمل، وكذلك البويضات ام 1 ولا ام، احسن حاجه طبعا ام 2، يليها ام 1 يليها الجي في او ما فيش. فكل ما كانت البويضات ام 2 كل ما كان الانقسام بتاعها احسن، كل ما كان التخصيب معدل التخصيب بتاعها احسن، لانه في حاجه اسمها فيلد فيرتلايزيشن، يعني زي ما احنا شايفين ما حصلش تخصيب، يعني انت سحبت بويضات وجبت حيوان منوي وانت قلت ان هو كويس وحقنته جوه البويضه وما حصلش تخصيب، ما حصلش انقسام، يقال ان ده نسبته بتحصل من 5 ل 10%. ويبقى في المراكز المحترمه جدا المعامل بتاعتها حديثه جدا ما بتزيدش عن 1 2%، وده يتعلق بالدرجه الاولى بالحيوان المنوي مش بالبويضه، يعني طالما البويضه بقت ام 2 يبقى الخلل هنا في الحيوان المنوي، فيجب عليا ان انا اكون بعرف استخدم الحيوان المنوي كويس
واستخدم تقنيه الامزي عشان اوصل لاعلى درجه من الحمايه المنويه الكويسه. العاده يعني مبدع ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن استشاري امراض النساء والتوليد وعلق العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجاري واطفال الانابيب زميل جامعه كيل بنظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه والعقم الاسم الكبير نورتنا دكتور. شكرا جزيلا. خليكم دايما مع دكتور. شكرا شكرا جزيلا. أهلا بكم. القرار، القرار في حالات السمنة مش ما ينفعش في جملة القرار لازم يكون في الوقت المناسب، لا يا باشا، القرار في السمنة لازم يكون الآن دلوقتي immediately now. سمنة ما فيهاش بقى أنا بفكر أخس بعد الشتاء بعد فرح بنتي بعد امتحانات الولاد، لا 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 يا باشا، ممكن جدا بعد في الشتاء ده يحصل لك مضاعفات كبيرة، ممكن بعد فرح البنت ما تقدرش تقف على رجليك من ركبة يحصل فيها مشاكل. ما ينفعش أقول أنا هبدأ القرار بعد ما أكون شبعت من الأكل روح أعمل عملية بس أقعد بقى شهرين ثلاثة أكل جامد وبعدين بعد كده أعمل العملية، كارثة. ما ينفعش إن أنا أحط قبل العمليات وبعد ما أكون قررت إن أنا أعمل العملية اكل بقى محشي ونوتيلا واضرب بيتزا عشان انا هتحارب من الحاجات دي، ما ينفعش. وكمان لازم تفهموا انه من ضمن الحاجات اللي بتاخر القرار افكارنا الغلط عن الاكل، انه في اكل بيخسس مثلا فاقعد اكل شويه اكل بيخسس، مفيش حاجه اسمها اكل بيخسس على فكره، في اكل فيه سعرات حراريه اقل، مفيش حاجه اسمها انه المشكلة عندي كرشي وأنا 140 كيلو أو 130 كيلو، لا، مشكلة كلك أنت، جسمك كله تخين فلازم كلك تخس. فأما أقول إن أنا بهذا الحجم وأفكر في شفط الدهون يبقى أنا بحرك. القرار يا جماعة، القرار، القرار هو المهم جدا 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 في إجراء عمليات السمنة أو جراحة السمنة. من ضمن القرار هعمل العملية عند مين؟ ده شيء مهم جدا. مين اللي هيعمل لي جراحة السمنة؟ لازم ابقى فاهم. لازم ابقى عارف انه القرار مش بتاعي لوحدي، كمان بتاع العيلة كلها. لازم تبقى مراتك مساعداك، لازم يكون جوزك واقف جنبك، ولادك متفاهمين. وابقى عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. النهارده عنوان حلقتنا قرار جراحات السمنة. كيف يختار؟ متى نختاره تحديدا ما بين الجراحات؟ ايه هو الاختيار؟ القرار هو اهم نقطة في هذا العالم، عالم جراحات السمنة. ضيف العزيز هو واحد من الكبار في هذا المجال، واحد ممن سطروا بأحرف مضيئة، قدرات رائعة ومهارات متميزة وتاريخ وحاضر، وأعتقد رؤية مستقبلية كبيرة جدا لهذا العالم الرحب، عالم التعامل مع الوحش المفترس اللي اسمه السمنة المفرطة. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والجراح الماهر الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. الأساس كصناع سمنة هم الأب والأم. السمنة مرض وبيجيب 100 مرض، بني آدم بيدمر نفسه بعجلة. تبقى للكتاب هذا مريض تحويل مسار. كانت محبة للسكريات وعمل لها تكميم معدة وخست. انا مش هاخد قرار الا لما هو يجي. لازم اخد قرار ولازم اعرف عدوي. نسبة نجاح العملية متوقفة عليه هو، فهيبدأ طول عمره يحافظ على الوزن اللي وصله. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم استاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية طب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO.
ضيف العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور وليد. اهلا دكتور، وحشني جدا. وانت وحشني. عايز النهارده حلقه انا مسميها حلقه القرار، القرار في جراحه السمنه. عايز ابدا الاول ب ايه اللي ممكن يقف قدام مريض سمنه مفرطه كعائق امام اتخاذ قرار ان هو خلاص لازم اعمل جراحه ولازم اخس؟ ايه اللي ممكن يقف قدامه؟ هو احنا لو حطينا نفسنا مكان العيان، هو زي ما انت وصفت ممكن يكون هو مش عايز يعمل عمليه عشان متخوف. فانا بتهيألي ان اهم سبب العيان ممكن يخليه يعدل من قراره هي مخاوفه من عمليات السمنة. يعني لو احنا قلنا القرار، القرار ده شيء مهم جدا ان هو ياخده، هو ممكن يكون واخد القرار ان هو يعمل عملية من جراحات السمنة، بس المشكلة المخاوف. في الفترة الأخيرة انتشرت جدا، احنا كنا من اوائل الناس اللي اتكلمنا على التسريب وقلنا اعراض التسريب، قلنا كيفية علاجه، لان ده شيء طبيعي ان اي عمليات جراحية ليها اعراض جانبية، والتكميم ليها اعراض جانبية التسريب وتحويل المسار دي تسريب، والتسريب ده موجود في كل الجراحات ومحدش يقدر يغفله. وما اتكلمنا عليه كنا بنعرضه مش من مجرد ان احنا بنعرض اعراض جانبية هي الناس مجبرة عليها، ابدا. احنا كنا بنعرض عشان دي حقيقة من الحقائق اللي موجودة في العمليات، ولما بنتكلم على القرار بتاع العيان فهو بيتكلم في الاساس مخاوفه من عمليات جراحة السمنة. وبالتالي اللي احنا عايزين نبينه ان في اعراض جانبية، في اعراض جانبية وبنتعامل معاها، والحالات اللي احنا شفناها كتير قوي، لان كل ما بتشتغل اكتر وده شيء طبيعي بتبدأ تظهر اعراض جانبية وبتبين مهارة الطبيب من طبيب تاني في كيفية التعامل. ده احنا وصلنا لنقطة تانية في القرار، يعني القرار مش قرار عيان، ده القرار قرار عيان ازاي ياخد قراره انه يجي. وبعد كده في قرار مشترك ما بيني وما بين العيان، هنعمل انهي عملية على حسب ستايل اوف لايف، طريقة اكله، وعلى حسب حياته، وعلى حسب سنه. وبنتكلم في سن تحت ال 30 وال 40 سنه ونفكر ان احنا نعمل لهم تحويل مسار. طب هل هيفضل ياخد فيتامينات فور لايف ودي حقيقه مؤكده وكان فيها قولان في الفتره الاخيره، الناس بتقول ان الناس ما بتاخدش فيتامينات والناس بتصدق كلام زي ده، سن صغير افكر في تحويل مسار، طب ليه ياخد فيتامينات؟ وانا عارف ان طبيعه الشعب المصري والشعب العربي ان هم قصه تعاملنا مع الادويه صعبه. ففي حاجات نقط معينه اللي هو القرار الثاني، احنا بنتكلم في القرار الاول قرار المريض، القرار الثاني ما بيني وما بين المريض ان احنا هنعمل عمليه التكميم. طب ليه؟ عشان واحد واثنين وثلاثه، منطقيا مش طبيا، منطقيا على حسب عاداتنا. وبعد ما بناخد القرار بنعمل العمليه، ده قرار كويس، ده قراري، ده ثالث قرار. وبعد ما بنعمل العمليه كويس بيبقى فيه 12 شهر، في ناس ممكن ما تخسش بنسبه، انا بقولش، انما في النزول بيبقى بطيء وبيبداوا الناس عايزه ادويه حرق، عايزه ادويه حرق، وكميه الاكل بتبقى قليله قوي. فده برضو بيبقى قدامي قرار، انا بفضل اخد قرارات، هنعمل حاجه او هنستنى، هننتظر، هنبدا نعمل تحليل لغدد معينه. هو ده فايده المتابعه علاوة على الفايدة النفسية، هبقى هقولها في الآخر. ده برضو في القرارات. طب لو لا قدر الله في عرض جانبي اللي هي مخاوف اللي العيان بيخاف منها في عمليات جراحات السمنة اللي هي التسريب، وأنا دكتور كويس وإحنا عارضين الكلام، وبيبقى في لحظات أنا علي أخد قرار إزاي هعالج، لأن كل ما بتشتغل كل ما بتشوف حاجات مختلفة. يعني تلاقي مثلا بتدي على سبيل المثال دواء بنتالوك، فانت اديت عدد من العيانين لمده 2000 3000، بتبدا تشوف اعراض جانبيه نادره جدا للبنتالوك. هو ده اللي عندنا في جراحات السمنه، وهي دي اللي بتدي ثقل لقرار الجراح اللي هي الخبره. ده احد ادويه اللي بتقلل التهابات المعده. عايز ابدا الاول من اول لقاء مريض جاي لك، اول لقاء يدخل عليك
عنده سمنه مفرطه. هذا اللقاء لقاء خطير جدا. النص ساعه دي في حياه الناس اخطر نص ساعه ليه؟ هو جاي بقرار متردد فيه، هل هو هيعمل عمليه ولا مش هيعملها، بس هو قرر ان هو يعدي الشارع ويدخل يقعد معاك على نفس المكتب اهو في نفس الاوضه. ايه الاخطاء او الحوار، النقط اللي ممكن تخلي المريض ده يهرب من عملية جراحة السمنة ممكن يرتكبها أي حد في حواره مع واحد نقدر نقول كده على كف عفريت في كل المضاعفات وعلى كف عفريت حتى في إن هو يتراجع عن اتخاذ قرار جراحة السمنة؟ أنا أكلمك بقى بصراحة في الموضوع ده في القعدة اللي هي أول لقاء ما بيني وبين العيان، والمبدأ ده أنا واخده من أول ما بدأت أشتغل جراحة. عمري ما زق عيان على أوضة العمليات أبدا. القصة برضو قصة قرار، يعني هو ممكن يكون عيان يستدعي عملية وعيان لا يستدعي عملية، كويس؟ أنا مش دكتور جيم، وبقول للمريض من الأول أنا مش دكتور جيم، أنا دكتور عمليات جراحية، كويس؟ وفي بعض الأحيان بديله اختيار إن هو يعمل ريجيم لمدة 6 شهور، يتابع مع دكتور تغذية، ياخد المحاولة ان هو ياخد قراره بنفسه، ان هو يعتمد على نفسه، ان هو يمشي على نظام غذائي ويمارس رياضة وغير ستايل اوف لايف. والله لو نجحت ده شيء جميل جدا. هو احنا مش عايزين نعمل عمليات، احنا بنعمل عمليات في الظروف اللي محتاجة، اللي هو قرار هيستدعي عمليات. فلازم يبقى في تفريق ما بين انت ريجيم او مش، لا انا مش ريجيم، فانت ممكن تاخد ادي عندك الاوبشن. يعني العيان جاي واخد قرار ان هو يعمل عمليه، انا بقول له لا انا مش جاي، يعني سوري يعني اقطع وامشي، بنعمل عمليه، فبديله اوبشن ان هو يمشي على ده 6 شهور مع دكتور تغذيه مش معايا. لما تفشل او انت خلاص اوريدي فشلت او انت واخد القرار، تعالى بقى نتكلم في العمليه. انت العيان كل عيانه ليه باكج من تعاملنا مع العيانين، مش كل عيان زي التاني. ففي ظروف تستدعي ان العيان ده هتمشي عليه تكميم من واقع خبرات سابقه، وظروف تانية ان هو تحويل مسار. ده بيبقى يعني هو موضوع ما بيني وما بين المريض، حتى ما ينفعش يتحكي. في عناوين مهمه، ان تكميم المعده للناس اللي ما بتاكلش سكريات، ماشي، بس احنا عملنا ناس في سن صغير وبتاكل سكريات وعملوا تكميم معده وكميه السكريات قلت قوي وانتظموا والصرف اتغير وبقوا كويسين ونسب موجوده وبداوا يكرهوا الحلويات، تمام. وناس كتير بدات تتكلم تحويل مسار بتقلل الفيتامينز اللي موجوده في الجسم، وان عاده الناس مش هتاخد قرص. انا لو قلت لي خد قرص كل يوم لمده شهر، انا مش هاخد القرص حتى لو كان ايه. فهيبدا يحصل مشاكل ان في نقص الفيتامين دي وهشاشه في العظم وخاصه في السيدات. ففي حاجات لا تتناسب مع طبيعتنا، ولازم نبقى احنا فاهمين سوري طبيعه بعضنا، حدود العمليات. احنا برضو العمليات مش سحر. طبيعه الانسان البشري، ربنا خلقنا على التكيف. فاي حاجه هنبدا نعملها في الجسم البشري هيبدا يحصل تكيف، خاصه في الجهاز الهضمي. فاحنا دايما لما كنا بنقول على العمليات، فكر العمليات هو اللي ما عرفش يعمله رجيم، احنا بنلعب على الكيميكال. انا بقفل عندك رغبه الجوع، هتبقى الفتره، انا من اللي انا شايفه هتبقى الفتره مع الوقت ممكن رغبه الجوع تبدا تزيد مع الوقت. لو الستايل اوف لايف العمليه هيبدا يحصل تمدد. احنا بنديك فرصه لمده سنه ونص، سنتين، 3 سنين، ان المعده صغيره، كميه الاكل صغيره، بعد اذنك احنا ناكل اكل عادي، بس مش هناكل حلويات وسكريات عشان ما نزودش الكالوري، لازم نمارس رياضه عشان نزود الحرق. دي عمليه تكميم، دي اللي هي العمليه الفسيولوجيه اللي احنا مجرد بنصغر من حجم المعده، فالاكل ماشي في مساره الطبيعي. كانت جايه لي رساله النهارده على الواتساب ان والده مريضه، وانا ما اعرفش عملت عندي ولا لا، بعتها بتسال جوزها ليه مواصفات معينه 60 سنه كده وكذا حاجه، وبتسال على عمليه اسمها طي المعده وتحويل مسار. فقلت لها لا نعمل تكميم، فقالت لا تكميم، لا انا بنتي عامله تكميم من سنه ونص وعندها نقص شديد في الحديد. فانا استغربت، هي جابت الجزء السيء جدا وفي العمليه
وثابت كل الحاجات الإيجابية اللي ممكن تبص عليها. ما قالتليش على وزنها كان كام وبقى كام، ما قالتليش كان عندها أمراض ده اختفت ولا لأ، ما قالتليش ما قالتليش، شافت جزء. ما هو شيء طبيعي إن أي عملية هيبقى فيها جزء مظلم أو مش مظلم، مش مظلم ده جزء يعني خافت، ده علاجه شوية حديد. فاحنا نرجع للموضوع، هل نقص الحديد ده مرتبط بالتكميم ولا ممكن يحصل كمان في تحويل المسار؟ ممكن يحصل في عمليه، ممكن يحصل في حاجه، وممكن يكون في نقص في الحديد اصلا. اير ديفيشنسي اساسا من الاول. ومعظم الناس اللي يعني نسبه كبيره من الشعب المصري والعربي، الشعب المصري فيه نقص في فيتامين دي، واتعملت دراسات على كل السيدات قبل العمليات وبعد العمليات، لقوا ان في ناس كتيره جدا قبل العمليات نسبتها كبيره عندها نقص في فيتامين دي وفيتامين د. فده يرجعنا برضو للآخر للقرار، هي كلها قرارات. طيب عايز اروح للقرار تاني، يعني المريض دلوقتي بيجي لك ما عندوش مشكلة واحدة، غالبا عنده أكتر من مشكلة، كوكتيل كده بيبقى كوكتيل وحش. فأنا هفترض لك أكتر من كوكتيل ونقول القرار في كل واحد أو في كل معضلة. أنت أول ما تحط لي كوكتيل أنا أبدأ أحط تحويل مسار. لا أنا هحط لك كوكتيلات ما ينفعش حتى معها تحويل مسار، بس ماشي يعني نفكر مع بعض يعني. ماشي. جاي لك بسمنه وعنده ارتجاع في المريء، ارتجاع عنيف في المريء، جر جاسترو اسفجير ريفلكس ديزيز جر. طيب هو جاي لك بهذه المعضله، ايه بقى؟ انت يعني طرحت سؤال، وسؤال هو كل الناس يعني في ناس كتيره قوي بتسال على الموضوع ده. انهم المعروف ان لو في ارتجاع في المريء ما نعملش تكميم ونعمل تحويل مسار عشان الارتجاع ما يزيدش، وان عملية التكميم بتزود من نسبة الارتجاع في المريء. كويس. بس في بقى نقطة مهمة قوي، هي النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، هو ايه سبب ارتجاع المريء؟ ايه سبب ارتجاع المريء؟ ما ممكن يكون هياتس هرنيا، ممكن يكون فتق في الحجاب الحاجز، وده وارد ان هو يتصلح. كويس. ودي نسبة كبيرة قوي من العيانين بيبقى عندهم الموضوع ده. الناس دي ما ممكن نتصلح لها، احنا بنصلح فتق في حجاب الحاجز بالمنظار، وده بيبان بالأشعة وبيبان جوه أوضة العمليات، وبيتعمل عادي تكميم معدة، لأن احنا عايزين نستفيد من الجوانب المضية قوي للتكميم. يعني في جميع الأحوال تحويل المسار أنا شايفها إن هي عملية علاجية أكتر منها عملية لنزول الوزن، وإن كانت هي بتنزل الوزن جدا، بس هي علاجية أكتر. في الناس اللي عندها السكر والضغط نقرس اللي هو والكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول، اللي هي الامراض كمان المناعيه، لان احنا عملنا عيانين كان عندهم صدفيه وخفوا واتنشرت بيبرز بالقصص دي، وكان في ناس عندها اللي هو الام اس مالتيبل سكليروس واتعملت العمليه بري وقل بعد يعني في حاجات، وفي امراض تانية في الاميونيتي سيستم كلوبس اللي هو الزئبه الحمراء، في حاجات اتحسنت، المناعه اتحسنت في عمليات التحويل المسار عشان الهرمونات اللي بتخرج من التوصيله بتاعه الجهاز الهضمي اللي هي من على بعد 2.5 متر بتبدا في هرمونات مش متعوده انها تطلع في المكان ده، فبتبدا تعمل ريسيت او اعاده تظبيط الهرمونات على مستوى الجسم كله. وكلها نظريات، بس هو من المشاهدات الأكيدة أنها موجودة. تحويل المسار بتعمل تغيرات في الهرمونات. وإن كان في قولان أن تكميم المعدة لما بيحصل قص بيحصل فيه تغيرات في الهرمونات، وإلا ما كانش ليه في تكميم المعدة؟ الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في التنفس في خلال 24 ساعة من العملية النفس بيبقى طبيعي تماما، الناس ما بتبقاش قادرة تنام على ظهرها بطريقة طبيعية، في خلال 24 ساعة بتنام بمنظر طبيعي، ما احنا نزلنا في الوزن، احنا ما عملناش حاجه. ف ده التكميم ودي التحويل. ده ردا على السؤال اللي انت سالته في الاول، اللي هو الخليط عيان عنده ارتجاع في المريء نعمل له تكميم او ما نعملوش تكميم. احنا بندي اوبشن ان احنا نعمل تكميم عشان نستفيد من الجوانب المضيئه ليها، والاوبشن الثاني ان احنا لو جوه اوضه العمليات لقينا ان مش هينفع نصلح الفتق في الحجاب الحاجز وان الارتجاع نسبته عاليه، ساعتها بنبقى بنعمل تحويل مسار، والاثنين اوبشن بنبقى قايلينه للعيان قبل ما يخش اوضه العمليات. هنعمل كده او هنعمل كده حسب ما يتراءى لينا جوه العمليات. طب تعالى اسمعك يعني برضه سؤال من واحد من جمهورنا،
خايف. بس السؤال اللي فات ده كان صعب قوي. لا سؤال بتاع ارتجاع المريء واللي جاي هيبقى اصعب. انا مجهز لك حاجات حلوه قوي النهارده قوي. واحد الراجل خايف من السكر وخصوصا مع السمنه والضغط، خايف من الثلاثي ده، الثلاثي مرعب جدا وخصوصا ان هو كان عنده صحه كويس. تعالوا نشوف مع بعض. انا بالنسبه لي كنت شاب رياضي جدا وبلعب رياضه، وبعدين فجاه مع العلم والماجستير والدكتوراه فوجئت ان جسمي بدا يمتلئ ويسمن، فما امتلأ وبدات اتخن فوجئت ان بدا يجيلي الضغط ويجيلي السكر. هل ان السمنه دي اللي انا تعرضت لها مرتبطه بالضغط والسكر اللي جولي؟ بص الاجابه عندي انا الاول، السمنه مرتبطه بالضغط والسكر اللي جه اللي جولك، والف سلامه يا دكتور. فالضغط والسكر ودي السيدنتري لايف، دي الحياه اللي فيها قاعده، اللي فيها مذاكره، فيها ماجستير، فيها دكتوراه، فيها لابتوب، فيها فيها حضاره او بمعنى اصح عربيات، فيها كل الحياه مرتبطه ب الاستابيليتي السكون او الاستقرار، يعني ما بتحركش، ما فيش بقى غابات زي زمان، ما فيش سفريه على الرجل، ما فيش ركوب حصانه، ما فيش ماشي لفترات طويله، ما فيش الحاجات دي خالص. لكن الثلاثي ده بقى انا هحطه لك يا دكتور وليد في معضله. جاي لك المريض عنده الثلاثي ده، سمنه وضغط وسكر، حلو، هو برضه متخوف من العمليه لانه هو قاري انه مرضى الضغط مع العمليات هم في ريسك، وممكن يكون عنده كمان تصلب شرايين ومشاكل في القلب. السكر هو بعبع البعبيع زي ما بيقولوا، حلو بعبع البعبيع دي، يعني بعبع جامد قوي السكر، بعبع في عمليات. وانا مش عارف، انا لما اعمل عمليه انتوا بتقولوا ان السكر من النوع الثاني بيتحسن بيخف تماما، والسكر من النوع الاول بيتحسن لو مع سمنه. الله، طب ما ايه حقيقه وضع جراحات السمنه في التعامل مع هذا الثلاثي؟ هو مبدئيا لو احنا بنفكر في تكميم او تحويل الضغط في التكميم، في عملية التكميم أو الضغط الدموي بعد عملية التحويل، الاثنين بيخفوا. هو الاختلاف دايما في السكر، والسكر ده هيستفيد من التكميم ولا يستفيد من التحويل. والتحويل السكر نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. احنا لو بنتكلم في السكر علاج لعملية تحويل مسار، احنا بنتكلم في النوع الثاني. والنوع الثاني ده بعد عملية تحويل مسار، النوع التاني ده ممكن يختفي تماما، بس في سكور. الموضوع مش سحري. يعني ايه؟ مش كل عن زي التاني. يعني العيال عندك سكر عندك من 10 سنين ولا من 15 سنة ولا 20 سنة ولا من 5 سنين ولا من سنتين، ده رقم واحد. هتختلف طبعا، لانها هتختلف في طبيعة الهرمونات وتختلف في قوة البنكرياس، فده يختلف في نتائج العملية، ده اكيد. يبقى رقم واحد احنا بنتكلم فيه انت جالك سكر امتى. رقم اتنين انت سنك قد ايه، انت سنك صغير ولا سنك كبير؟ انت سنك صغير، انت شكلك ماشي مع النوع الاول كويس، هتعمل تحاليل، بس ما هو العام باكج. وانا مش عايز اعمله تحويل مسار وهو صغير عنده 33 سنه وياخد فيتامين طول عمره ولا السكر بعد العمليه ما تحسنش. طب ما كنا عملنا له تكميم ونزل في الوزن والسكر كان اتحسن بنفس المقدار. غير ان هو جاله السكر من امتى، ده مهم طبعا. انا ما بحطهاش في ارقام، يعني الحاجات دي انا بسالها للعيان وببدا على اساسها اديله توقعات. هي توقعات، توقعات من واقع ايه؟ توقعات من واقع قرايه، ممكن قرايه طبعا، اكيد قرينا من واقع مؤتمرات، جميل جدا. انما في حاجه اهم، من واقع مرضى، من واقع عيانين. فرقم واحد اقول له انت اصلا، ما ده جزء من المؤتمرات وجزء من الكتب، العيانين ريكوردد دول، ده جزء من حاجه من واقع العيانين. ف جراحات السمنه بالذات يعني طبعا، لان التجارب تجارب شخصيه. السؤال الاولاني اللي لازم اقوله للعيان اللي عنده سكر، هو لازم افكر فيه اول نقطه، ما انا مرتب افكاري، ما انا هاخد قرار. وهاخد قرار هعمل عمليه وابقى مسؤول عنها، سواء كانت بقت بالنجاح او لا قدر الله الفشل. ما هو في الاول والاخر انا بعرض على المريض
فلازم اعرض عليه اوبشن احتمالات. فاول سؤال اساله لنفسي واساله العيان، هو انت اصلا سكرك مظبوط دلوقتي؟ يعني انت حضرتك بتقول انا باخد انسولين وليكن 100 وحده في اليوم. طيب انت سكرك مظبوط؟ نبدا نشوف هو مظبوط ولا لا، لان احنا في الاول بنتكلم ان اسوأ عيان ان السكر مش مظبوط وبياخد جرعات عاليه جدا من الانسولين، ده اسوأ عيان. اللي بعده السكر مظبوط وبياخد جرعات من الانسولين، اللي بعده سكر مظبوط وبعد كده اقراص، واللي بعده مفيش. طب انت اني واحد بقى من دول؟ لان احنا بنتكلم في نسب نجاح ازاي بقى؟ لما بنتكلم في نسب نجاح، نسب نجاح مينيمم درجه، يعني حضرتك سكرك مظبوط وبتاخد اقراص، نسبه ان انت السكر يختفي تكاد تصل ل 99%، مع ان السكر يبقى مكتشف في اول 3 4 سنين ما عملش تاثير السكر على مستوى الجسم كله، اللي هو تاثير السكر العالي على اعضاء الجسم كلها، انا كده لحقتها. فاقول لحضرتك لا، ممكن نسبه نجاح تصل ل 99% ان السكر اختفي ويكون سنك فوق 40 سنه. احنا بنتكلم في عيان ايديال. طب وبقيه العيانين؟ هو كل الناس، انت دكتور باطنه، كل الناس اللي عندها سكر بتاخد نفس الادويه؟ لا. كل الناس اللي عندها سكر عندها نفس الستايل اوف لايف ولا فاريابيليتي؟ كل عيان زي التاني؟ لا. انا عندي برضو نفس الكلام. اما نقول ان تحول مسار بتعالج من السكر، الكلام ده مش عايزين نقول يا جماعه احنا مش صحراء، لا، في كلام طبي. فبننزل درجه. احنا قلنا دلوقتي ان انت سكرك مظبوط وبتاخد اقراص وفي خلال 4-5 سنين جالك السكر، وماشي، ممكن يبقى نسبه النجاح 99%. اللي بعده سكرك مظبوط وبتاخد انسولين، جرعه كبيره ولا جرعه صغيره؟ جرعه صغيره خلاص نسبه نجاح اولانيه انك تاخد اقراص والسكر يبقى مظبوط. انا لازم في كل الاحوال ان بعد العمليه السكر يبقى مظبوط ايا كان. يعني ما انا اصلا ممكن بعد العمليه اقول للعيان ما تاخدش انسولين، ما تاخدش اقراص، انت سكرك اتظبط، انت تمام، ما تقس مع اي حد، ما ينفعش. فببدا انا اتابع السكر مع دكتور السكر عشان اشوف رد فعل العمليه. فاول درجه اللي هي اقراص وسكر مظبوط نسبه شفاء عاليه. انسولين جرعه صغيره وسكر مظبوط كويس، اول نسبه نجاح اقراص. انسولين جرعه كبيره ان شاء الله اقراص، بس ممكن يبقى في نسبه ان انت تاخد بدل ما بتاخد 200 وحده انسولين في اليوم ومش عاملين حاجه هتاخد 10 وحدات وسكر مظبوط. انا يهمني كمريض وحضرتك طبيب ان السكر بتاعنا يبقى مظبوط باي وسيله. لما بيفشل الانسولين وبتفشل الاقراص بنبدا نلجا للجراحات. الجراحات ليها برضو درجات. فهو ده رد تاثير الفرق ما بين التكميم والتحويل. طب التكميم بقى معلقتها بالتكميم نص نص، يعني ايه؟ يعني لو دي هتشفي بنسبه 100% تحويل مسار، تكميم 50% النص. طيب انا مريض مش مستوعب ايه النص، يعني ايه؟ مش فاهم. ده بياخد، ده سكره مظبوط وبياخد اقراص وعمل تحويل مسار هيختفي ان شاء الله. ده سكره مظبوط وبياخد اقراص وعمل تكميم، السكر هيختفي؟ اه ان شاء الله. طب اخد القرار ازاي؟ كويس، هو ده بقى الكلام اللي ما بيني وما بينه، ازاي ناخد القرار في موضوع زي ده؟ ما هو الاثنين هيشفوه. انا من وجهه نظري لا، اعمل التكميم، تغير الستايل اوف لايف، ما تاخدش فيتامينات كويس، والسكر باذن الله يختفي. لازم تكون انت مقتنع ان انت تتغير. نورتني وشرفتني يا دكتور وليد واسعدتني بهذه الزياره الجميله والحوار البسيط اللي النهارده، يعني احنا ما اتكلمناش في تفاصيل علميه دقيقه، احنا اتكلمنا في القلق، يعني دردشه دردشه مع القعده والعلمك، والحلقه دي كلها القعده الاولانيه. الحلقه الجايه هسالك طب جوه اوضه العمليات بقى، طب ما بعد اوضه العمليات اللي هو اول يوم بعد العمليه ايه اللي بيحصل؟ يعني هنعيش كده اول يوم، طب بعد 6 شهور ايه الاختلافات؟ بتشوف بقى كل واحد مريض ازاي بيجي لك، وحكايات كل مريض بعد 6 شهور برضو انديفيدوالايز. اجمل حاجه ان انت زي ما انت ذاكرت كتبك كراجل اكاديمي واستاذ كليه الطب وعندك الكتب وعندك المراجع وعندك المؤتمرات، انت بتحترم جدا، وده حاجه بتبان في حوارك، كلام المرضى المباشر بتاعك انت، مرضاك انت، واضح ان انت متعايش معاهم. وانا اعتقد ان انا بشجعك على انك تسجل ده في كتاب حكايات عيانين مباشر، بس الله ما حد ياخد الفكره ويعملها قبليه عشان انت بتكسل. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور وليد ابراهيم كان ضيفي في الدكتور، خليكم مع الدكتور.